كده يبقى بتوع الاطفال هيأجزوا، يعني اخر يوم لبتوع الاطفال معانا ان شاء الله يوم الخميس الجاي، هيبقى يوم ال وثلاث محاضرات بتوع الاسبوع الجاي ان شاء الله هنشرح فيهم الانفكشنز، وساعتها بتوع الاطفال هيأجزوا في البيت، واكمل اخر اسبوع اللي هو الاسبوع التاسع بالنسبه لي معاكم، يعني انتوا امتحاناتكم في الاسبوع العاشر، فانا سواء كان نساء او اطفال، فانا ان شاء الله باذن الله اخر يوم هشوفه لبتوع الاطفال في الاسبوع يوم الخميس بتاع الاسبوع الثامن اللي هو الاسبوع الجاي، هشوف بتوع الاطفال مع النساء زي ما بنتقابل كده حد وثلاث وخميس. يوم الاحد هاخد منكم الامتحان بتاع الانكولوجي، يوم الثلاث هديهولكم، ويوم الخميس هنصححه مع بعض، وهناخد الانفكشنز على الثلاث مرات بتوع الاسبوع الجاي، وكده يبقى بتوع الاطفال هيأجزوا من يوم الخميس. الاسبوع اللي بعده بقى هيبقى بتوع النساء بس اللي معايا، طبعا حد وثلاث وخميس وسبت واثنين واربعة، فيعني هيبقوا الست ايام ما هنبقى مع بعض، وهقول لكم هنعمل ايه فيهم، لان هيبقى لازم يبقى فيهم امتحان ابسن جايني، ما ينفعش ان هو على حتة كده، لازم يبقى فيه امتحان دامو كده زي الامتحان بتاع الراوند او كامتحان الراوند، 70 سؤال نساء وولادة مع بعض، عشان تبقوا بس يعني اتدربتوا. الامتحان بتاع الام سي كيو بيجي 70 سؤال نساء واطفال، نساء ونساء وولادة على بعض، فبالتالي فتبقوا يعني على الاقل خدنا امتحان كده مع بعض وصلحناه مع بعض وكده، اوكي؟ فبس ده عشان تبقوا انتم متخيلين هنمشي ازاي. ف انتوا ليه تقلصتوا قوي كده؟ مش حاسين انه يعني الوضع غريب شويه؟ ايوه، يعني احنا مش بنذاكر غير اخر الراوند، امال طول السنه كل بنعمل ايه كل الاشهر اللي فاتت دي؟ لا لا، تحضروا وتذاكروا وانا هاكل واشرب يعني. ايوه طبعا بنحضر نذاكر، امال ايه؟ ما كله بتعملوه مع بعض. طيب انت جاهز يا عمر؟ انا براجع. طيب صباح الخير يا دكاتره، النهارده اخر محاضره انكولوجي لينا مع بعض، والمفروض ان انا ما ابقاش موجوده انا اللي على البورد اشرح، لانه طبعا كلكم عارفين الانكولوجي والسكيم بتاع الانكولوجي وبتشرح ازاي، فالنهارده هناخد الفالفا والفاجينا، انا هشرح الفالفا وحد منكم هيطلع يشرح الفاجينا ويكتبها، اوكي؟ فعشان كده نص البورد مكتوب اللي هو النص اللي انا هشرحه، والمفروض كان انتوا اللي تعملوا النصين، بس يعني مجازا قلت مش مشكله اشرح انا الفالفا وحد منكم هيطلع يكتب الفاجينا ويشرحها ان شاء الله. طيب ايه الفالفا الماليجنانسي او الماليجنان تيومرز اوف ذا فالفا؟ ماليجنان تيومرز اوف ذا فالفا زيها زي الاندوميترال كارسينوما، زيها زي السيرفايكال كانسر، زي برضو الاوفيريان كانسر، بنقسمها او بنمشي معاها على السكيم اللي احنا عارفينه واللي احنا متعودين عليه، اللي هو بنتكلم على الديفينيشن، يعني التيومر ده جاي منين، ارايزنج منين، كويس، وباي انسنس، هل ده كومن ولا مش كومن، وهاو كومن ات از بالنسبه للفيميل جينيتال تراكت ماليجنانسي، وبعدين الايتيولوجي اذا كان عندنا في بري مالجنت ليجنز، واذا كان في دايركت ايتيولوجي، بعد كده بنتكلم على الباثولوجي اللي هو في جراس ومايكروسكوبي وجريدنج وسبريد، وبعدين الكلينيكال بيكتشر اللي هي سيمتومز وساينز وكلينيكال ستيجنج بتاعنا، بعد كده انفستيجيشن دي تو كونفيرم الدياجنوز اللي انا بتكلم عليه، وتو ديتكت سبريد اذا كان في سبريد لهذا المالجنسي، اذا كان حصل له سبريد، طالما مالجنسي يبقى لازم يحصل له سبريد، وبعد كده تو اساس فيتنس اوف ذا بيشنت فور سيرجري، وبعدين التريتمنت، والتريتمنت بتاعنا بيبقى في الايرلي ستيجز دايما سيرجيكال، وفي الليت ستيجز بيبقى راديوثيرابي او كيموثيرابي. فده السكيم الجنرال اللي احنا اتكلمنا عليه في كل التيومرز، وهنطبقه طبعا دلوقتي برضو نفس القصه على الفالفا وعلى الفاجين. طيب ايه الديفينيشن؟ يعني فالفال تيومرز ده هيبقى ارايزنج منين؟ منين من الفالفا؟ الفالفا دي يعني بتتكون من ايه؟ دكاتره نصحصح كده مع بعضينا. افندم اناتومي، يعني اناتومي اناتومي، يعني ايه يعني ايه فالفا؟ يعني احنا بنتكلم على ايه دلوقتي؟ ايوه، ليبيا ماجورا وليبيا ماينورا وكليتورس، وهم بالترتيب ده كمان بيظهر فيهم الماليجنانسي. ليبيا ماجورا اكتر حاجه، يعني لو هيبقى في مالجنان تيومر اوف ذا فالفا غالبا بيظهر في ليبيا ماجورا، دي مور كومن، وبعديها ليبيا ماينورا، وبعديها الكليتورس، هو ده الترتيب فعلا اللي هو اوف كومنست، الكومنست في ليبيا ماجورا، وبعديها ليبيا ماينورا، وبعديها كليتورس. فديفينيشن اوف مالجنان فالفال تيومرز is tumor arising from the vulva either labia majora وبعدين followed by labia minora وبعدين followed by the clitoris. فده بالنسبه للديفينيشن. طب الانسنس هاو كومن ات از بالنسبه لو جينا يعني نحطها بين التيومرز بتاعه الفيميل جينيتال تراكت، هتبقى انهي واحده؟
يعني احنا خدنا دلوقتي اندوميل كارسينوما وكانسر سيرفيكس وكانسر اوفري، هتبقى هي تقع فين بالنسبه لدول؟ تحتيهم بالظبط كده، هتبقى هي الفورس كومن، عشان كده حتى بندرسها برضو في الاواخر، لان هو انك انت البوسيبيليتي انك انت تشوفها مش هتبقى از كومن از اندوميتريال كارسينوما او كانسر سيرفيكس او الكانسر اوفري. طيب ده بالنسبه للديفينيشن والانسنس. ايه الايتيولوجي بتاع الفالفال كانسر؟ تفتكروا ايه الايتيولوجي؟ احنا بنقول الايتيولوجي عندنا في بري مالجنت ليجنز، وعندنا اذا كان في دايركت ايتيولوجيكال فاكتور حاجه ريليتد ات دايركتلي. فايه الايتيولوجي في بري مالجنت ليجنز هنا؟ في اي ان بالظبط كده، زي ما اخذنا السي اي ان، سي اي ان 1 و2 و3، ففي حاجه اسمها في اي ان او فالفال انترا ايبثيليال نيوبليزيا، وبرده في اي ان 1 و2 و3. في اي ان 1 بتبقى اوكيباينج فين؟ زي السي اي ان بالظبط، اللور 1/3، اللور 1/3 اوف ذا ايبيثيليوم وذاوت انفيجن اوف ذا بيزمنت ممبرين، لان هي لسه انترا ايبيثيليال نيوبليزيا وليس انفيزيف كانسر، دي بري مالجنت ليجن خلاص. ففي اي ان 1 اوكيباينج ذا لور 1/3 اوف ذا ايبيثيليوم وذاوت انفيجن اوف ذا بيزمنت ممبرين. طب في اي ان 2 هاف اوف ذا ايبيثيليوم، اللور هاف اوف ذا ايبيثيليوم وذاوت انفيجن اوف ذا بيزمنت ممبرين. طب في اي ان 3 هتبقى فول ثيكنس برده وذاوت انفيجن اوف ذا بيزمنت ممبرين. فده البري مالجنت ليجنز اوف ذا اللي هي في اي ان 1 و2 و3 زي بالظبط السي اي ان. في كمان حاجتين تانيين كويس يعني سبيسيفيك للفالفا، في حاجه اسمها لايكن سكليروزس، ودي موجوده عندكم على فكره في الكتاب مكتوبه وكل حاجه، بس في الاول مع البناين فالفا ليجنز عادي عادي هتلاقوها في الاول، احنا هناخد برده البناين فالفا ليجنز فمفيش قلق يعني. فاللايكن سكليروزس اند اتروفيكس، لايكن دي بتبقى سكين كونديشن، ودي اوتو اميون اوريجن، يعني الايتيولوجي بتاعها مش معروف ليه اللايكن دي ممكن تيجي، بتافكت اكتر البوست منوبوز الفيميلز الستات الكبار، وبتلاقوا السكين بتاعهم يبقى فيهم حته ممكن تبقى هايبرتروفيك وهايبر كيراتينايزد ولونها وايتش كده، وممكن حته تانية تبقى اتروفيك وستريتشد على الاندرلاينج تيشو فتبان لونها بينكش او ريدش ان كلر، والسكين عليها بيبقى فيري ستريتشد خلاص او جليسنينج. فده بالنسبه لللايكن ممكن يبقى سكليروزس، سكليروزس اللي هو بيبقى لونه وايتش او اتروفيكس او الاثنين يبقوا موجودين مع بعض، وده اوتو اميون ديزيز، وممكن يبقى بريكنس. هو اوتو اميون بري مالجنت، بري مالجنت يعني انت لما بتلاقي واحده عندها لايكن بتبقى عارف ان هي حاجه بري مالجنت، لكن مش يعني بيتحول لمالجنت في 4% من الحالات، يعني اتس نوت كومن ان هو يبقى مالجنت، وبياخد وقت طويل الى ان يتحول لمالجنت لو هيتحول يعني. فبالتالي بيبقى التريتمنت بتاعه يعني لوكال ستيرويد، عشان هي بتبرزنت بسيفير بروريتس فالفي، بقى عندها اتشنج فظيع جدا، فبتدي لها بالتالي ستيرويد عشان يهدي السيمبتومز بتاعتها دي، وفي نفس الوقت احنا بنقول الايتيولوجي بتاعها اوتو اميون، عشان كده بندي ستيرويدز، عشان يعني لان هو الايتيولوجي او النون ايتيولوجي لحد دلوقتي او الموست اكسبتد ثيوري ان هو اوتو اميون ديزيز، فعشان كده بنروح مدين ستيرويد توبيكال ستيرويد اوينتمنت كده لمده 3 لـ 6 شهور لحد ما الكونديشن دي تريزولف. لو ريزولفت خلاص، لو مش ريزولفت فضلت لسه موجوده، اللي ساعتها بقى بناخد منها بايوبسي او اكسجنال بايوبسي او كده من الليجن اللي موجود او اللي احنا شايفينه. يبقى احنا بنتكلم على ايه دلوقتي؟ بنتكلم على malignant vulval tumors، وقلنا الديفينيشن it is a tumor arising from the vulva، ليبيا ماجورا the most common، وبعديها ليبيا ماينورا، وبعدين الكليتوريس، وقلنا الانسنس ده the fourth common after الاندوميتريال والسيرفيكال والاوفيريان كانسر، طبعا excluding البريست كانسر. والايتيولوجي بتاعنا قلنا في بري مالجنت ليجن اللي هي في اي ان 1 و2 و3، وتاني بري مالجنت ليجن بنتكلم عليه اللي هو اللايكن سكليروزس اند اتروفيكس. وفي حاجه اسمها باجيت ديزيز، سمعتوا على الباجيت ديزيز ده فين قبل كده؟ في البريست بالظبط كده، هو نفس الباجيت ديزيز بتاع البريست كويس، ممكن يجي في الفالفا، وده طبعا بيبقى ادينوكارسينوما، وممكن يبقى بري مالجنت. هي مشكلته انه بيعمل وايد لوكال سبريد، فعشان كده لما تيجي تشيله لازم يبقى عندك سيفتي مارجن كبيره، لان ممكن كده بالنيكد اي انت تشوف لا دي بس اللي فيها، فتروح شايل دي بس، تلاقي ان عندك يجي لك بتاع الباثولوجي يقول لك لا ده انت ما شلتش كله، ده المارجنز بتاعتي كانت بوزيتيف فور مالجنسي مش نيجاتيف فور مالجنسي. فلما تيجي تعالج باجيت ديزيز لازم تعمل وايد لوكال اكسيجن، لان هو بيعمل وايد لوكال سبريد. فده بالنسبه للباجيت ديزيز، طبعا اكثرهم كومن يعني من الثلاثه اللي احنا بنقولهم دول كبري مالجنت ليجن، الفي اي ان، الفي اي ان اللي هي في اي ان ممكن تبقى 1 و2 و3، وبعديها يليها اللايكن سكليروزس، واللايكن ده بيجي للاولد ايج وبري مالجنت، يعني ممكن تحول لمالجنسي بس في 4% من الحالات، واخر واحده اللي هي الباجيت ديزيز. دول البري مالجنت ليجنز اوف ذا فالفا. في سؤال هنا يا دكاتره؟
بعد كده ممكن يبقى في دايركت ايتيولوجي برضو لو ان الاتش بي في از انفولفد زي بالظبط السيرفكس والسموكينج برضو. يعني ممكن الاتش بي في والسموكينج دول يبقوا دايركت كوزز لانه يحصل فالفال تيومر، وكمان ممكن ان هم يخلوا يحصل بري مالجنت ليجن زي بتاعه الفي اي ان 1 و2 و3. فده بالنسبه للايتيولوجي اوف الفالفال كانسر. طيب بالنسبه للباثولوجي، ايه الباثولوجي بقى؟ جراس ومايكروسكوبي وجريدنج سبريد. ايه الجراس بيكتشر تفتكروا بتاعه الكانسر فالفا؟ ألسر طبعا، ألسر ممكن قوي يبقى فيه ألسريشن على السكين بتاع الفالفا، سواء كان ليبيا ميجورا او ليبيا ماينورا او الكليتروس. طبعا اكترهم بتبقى مور كومن ان انا الاقي عند ليبيا ميجورا، وبعدين لاس كومن عند ليبيا ماينورا والليست عند الكليتروس. فده بيبقى ممكن يبقى فيه ألسر، او الاقي ماس ممكن تبقى هايبرتروفيك ماس، هايبر كيراتينايز ماس، راديش فيها ارياز اوف هيمريج اند نيكروزس. يعني ده جراسلي. جراسلي ممكن الاقي اي يعني حاجه غريبه على السكين اوف ذا فالفا. ده بالنسبه للجراس. طب الميكروسكوب، هو الفالفال سكين متكون ايه؟ سكويمس. سكويم بالظبط كده، هو سكويمس ابثيليوم، فهيبقى سكويمس سيل كارسينوما. يعني لو اخذنا منها بايوبسي وتحت الميكروسكوب هلاقي ان ده سكويمس سيل كارسينوما. ريرلي ان انا الاقي حاجه ثانيه زي مثلا ادنو كارسينوما زي في الباجيت، او تبقى اندفرنشيتد ومش لاقيه لها مصدر او مش فاهمه هي دي ايه زي كلير سيل كارسينوما. لكن اكتر حاجه بنشوفها واكتر من 90% من الحالات ان هي هتبقى سكويمس سيل كارسينوما، وده الميكروسكوبيك بيكتشر بتاعها. يبقى احنا قلنا الجراس بيكتشر بتاع الفالفال كانسر يا اما تبقى ألسر او تبقى ماس، والميكروسكوبيك بيكتشر طبعا في اكتر الحالات او اكتر من 90% من الحالات بتبقى سكويمس سيل كارسينوما. لكن ممكن تبقى ادنو كارسينوما زي في الباجيت ديزيز، وممكن تبقى اندفرنشيتد او كلير سيل. طب الجريدنج يا دكاتره، ايه اخبار الجريدنج هنا؟ جريد 1 اقل من 5% مالجنت اندفرنشيتد سيلز، جريد 2 من 5 ل 50% مالجنت اندفرنشيتد سيلز، وجريد 3 اكتر من 50% مالجنت اندفرنشيتد سيلز. عادي خالص. طب السبريد هيبقى عندنا في دايركت والليمفاتيك وبلاد سبريد. دايركت سبريد فين؟ هيروح فين بتاع الفالفا ده دايركت؟ السكين حواليه، يعني ينفول كل البرينيوم. ممكن فين كمان؟ الفاجينا. ايه كمان؟ يوريثرا. بالظبط كده، يوريثرا اللي قدامه اليوريثرا، وبعدين والانس ورا. بالظبط كده، هو ده الدايركت لوكال سبريد بتاعنا، ان هو انفولف، لان هو طالع مثلا من ليبيا ماجورا الرايت او اللفت، خلاص ينفولف البرينيوم كله، ينفولف اليوريثرا، ينفولف الانس، ينفولف الفاجينا. هي ده الدايركت سبريد بتاعنا، دايركت سبريد بتاع الفالفا. طب والليمفاتيك، الليمفاتيك تروح فين؟ الدرينج بتاع الفالفا فين يا دكاتره؟ الانجوينا ليمف نودز. الانجوينا ليمف نودز، فالدرينج او الليمفاتيك سبريد بتاعنا للانجوينا ليمف نودز اللي هي ممكن تروح للفيمر للاكسترنال ايريك، فده الدرينج الليمفاتيك سبريد. طب والبلاد سبريد؟ لانجو ليفر وبرين وبون. بالظبط كده، البلاد سبريد هيبقى لانجو ليفر وبرين وبون. عادي عادي، ما فيهوش حاجه. اصل هو الانكولوجي ما هو الا تطبيق للاناتومي والباثولوجي اللي احنا عارفينه، فما فيهوش حاجه. ما تبقوش مخضوضين كده ان هو ايه ده، هو عادي عادي ما فيهوش حاجه. عشان كده انتوا اللي هتقولوا الفاجينا، فهو عادي جدا. وحتى لو جينا اقول لكم ايه، طب انا عايز الفالوبيان تيوب، حد يطلع يقول لنا برده الفالوبيان؟ عادي، يعني كلها حاجات ابليكابل طالما احنا عارفين مثلا اللايننج بتاع الفالوبيان تيوب، اللايننج بتاع الفاجينا. خلاص انت هتعرف تكمل بقيه الحاجات دي بيزد اون البيزك نوليدج اللي انت عارفها، وكلكم اخدتوا بيزك نوليدج. امال كنتوا بتعملوا ايه من اولى لثالثه؟ فكلكم عارفين بيزك نوليدج كويس. لا هتلاقيها موجوده اصل، يعني انت متخيل يعني هتلاقيها موجوده. يعني اف يو ديك كده شويه او تحاول تتعب نفسك في التفكير. احنا مشكلتنا ان احنا لسه هنفكر، هي المشكله ان احنا لسه هنفكر. فاحنا ليه نفكر؟ يعني احنا بس كده نحفظها وخلاص. طيب تفتكروا هتجيلنا الست بتاعه الفالفال كانسر دي بتشتكي من ايه؟ اتشنج. طبعا اتشنج حاجه اريتيشن، ما هو حاجه ابنورمال بتعمل لها اريتيشن. فالاريتيشن هنا هيبقى صوره اتشنج او بروريتس فالفي. اتشنج ممكن يعني تبقى متضايقه من الماس ان هو عامله لها ديسفيجرمنت. ايه كمان؟ بليدنج. ممكن بليدنج، لان احنا بنقول ألسر والألسريشن، وممكن يبقى فيها بليدنج من الألسر ده، او كونتاكت بليدنج لما هي يعني يجي تاتش عليها، فممكن يبقى عندنا بليدنج. ممكن يبقى عندنا ايه تاني؟ ماس. افندم ديسشارج. بالظبط كده، ممكن يبقى فيه ديسشارج. يعني ممكن تشتكي من بليدنج، ديسشارج، ماس، ديسفيجرنج ماس، واتشنج او بروريتس فالفي. ودي اكتر حاجه ممكن بتشتكي بيها حتى ايفن في البري مالجنت ليجنز. احنا قلنا الشكوى الاساسيه بتاعتنا بتبقى بروريتس فالف. فده بالنسبه للسيمتومز او هي تيجي تشتكي من ايه. طب الساينز، انا لو جيت اعمل لها اكزامينشن بعملها جنرال طبعا ولوكال اكزامينشن. هنا ابدامنال مش هيبقى في حاجه ابدامنال قوي، يمكن لو انا حسيت بس الليمف نودز عند الانجوينا ليمف نودز. بس الجنرال اكزامينشن
لو في متاسل، لو في بقى حاجه متاسسه زي جوندس مش عارف فيها باثولوجيكال فراكتشرز، في عندها فيركال ليمف نودز، يعني اذا كان في عندها جنرال متاستاسيس. طيب ولوكال، لوكال حلاقي ايه بقى؟ حلاقي ألسر او حلاقي ماس بالبيكتشر بتاعه الالسريشن اللي موجوده او البيكتشر بتاعه الماس، وطبعا ابص على يعني من جوه على الفاجينا واشوف اليوريثرا واشوف الانال كانال، فده اللوكال اكزامينشن او الساينز بتاعه اللوكال، واشوف الليمف نودز او الانجوينا ليمف نودز لان هو ده الدرينج بتاعنا عند الانجوينا ليمف نودز. طب الستيجنج، ستيج 1 هتبقى فين؟ كونفاين للفالف. ستيج 2 لوكال سبريد، معاها ليمف نودز ولا لا؟ لا. ستيج 3 مور لوكال سبريد وليمف نودز. ستيج 4 ايه؟ 4A يورينري بلادر ميكوزا، و 4B ديستنس سبريد. بالظبط كده، هو كده مش هنزود عليه ولا حاجه غير ان هو لوكال او مور يعني كونفايند للفالف اقل من 2 سم ليجن، ولوكال سبريد بتاعنا اكتر من 2 سم، لان الفالفا ما هو احنا قلنا الفالفا وبعدين لوكال سبريد لبقيه البرينيوم، ما هي الفالفا دي ممكن تبقى ليبيا ماجوره ما تبقاش هي كلها او كلها، على حسب. لو اقل من 2 سم الليجن دي هنقول عليها انها ستيج 1، لو كانت اكتر من 2 سم بس لسه معيش ليمف نودز هقول عليها ستيج 2، لو في معايا ليمف نودز لو لقيت الانجوين ليمف نودز انفولفد خلاص يبقى هقول عليها انها بقت ستيج 3 لان بقى عندي ليمف نود انفولفمنت خلاص. فستيج 1 كونفايند للفالفا اقل من 2 سم، ستيج 2 لوكال سبريد اكتر من 2 سم بس من غير ليمف نودز طبعا، وستيج 3 هي اللي فيها بقى ليمف نود اي سايز، سواء كانت سنتي 2 سم 3 سم 4 سم اي سنتي بس معايا ليمف نود انفولفمنت، يعني ستيج 3 معانا ليمف نود انفولفمنت اوكي. وستيج 4 زي ما انتم عارفين اللي هي الديستنس سبريد. تاني يبقى احنا بنتكلم على ايه النهارده؟ بنتكلم على المالجنانت فالفال تيومرز، المالجنانت فالفال تيومرز، وطبعا اي مالجنانسي بنقول عليه السكيم اللي احنا ماشيين بيه اللي هو بيبتدي باي ديفينيشن، ديفينيشن ات از تيومر ارايزنج فروم ذا فالفا، ايوه انهي يعني عيني الفالفا اكترهم في ليبيا ميجورا مور كومن فولود باي ليبيا مينورا فولود باي الكليتورس، فده بالنسبه للديفينيشن بتاعنا. الانسنس ات از رير تيومر، يعني يمكن السبريد يعني الانسنس انك انت تقابله هيبقى اقل بكثير جدا من الاندوميتريال كارسينوما يعني فولود باي سيرفايكال كانسر بعدين اوفيريان كانسر بعدين تفكر بقى في قصه الفالفال كانسر، فانك انت تقابل فالفال كانسر مش حاجه كومن. طيب الايتيولوجي، الايتيولوجي عادي بري مالجنت ليجنز والكوزز. بري مالجنت ليجنز بتاعتنا في اي ان زي بتاعت السيرفكس بالظبط، في اي ان 1 و 2 و 3 سواء كان انفولفنج اللور 1 ثيرد اوف ذا ابيثيليوم ويزاوت انفيجن اوف ذا بيزمنت ممبرين او اللور هاف اوف ذا ابيثيليوم without invasion of the basement membrane او كل الابيثيليوم without invasion of the basement membrane، دول ال VIN 1 و 2 و 3. في حاجه اسمها لايكن سكليروزس اند اتروفيكس او سكليروزس بس او اتروفيكس بس، وممكن يبقوا اللايكنز الاثنين مع بعض، وقلنا ان ده اوتو ايميون ديزيز وبيأفكت الاولد ايج او البوست مينوبوزال فيميلز، بتجي لك برده ببروريتس فالفي واتشنج، وبتلاقي ان هي اما هايبر كيراتينايزد اللي هو السكليروزس ووايتش ارياز، وفي ارياز ممكن تلاقيها جليسنينج كده وستريتشد عليها السكن والسكن از فيري ثين، فبيبان لك الريتي بيجز او الحاجه البينكش كالوريشن ديسكالوريشن بيلو السكن ده، فده بالنسبه للشكل بتاع اللايكن سكليروزس اند اتروفيكس. و4% ممكن يتحول لماليجنسي وهو عشان الاريتيشن والايتشنج اللي هو عامله لها، بلس ان هو الثيوري بتاعتنا ان هو اوتو اميون، عشان كده التريتمنت بتاعه بيبقى ستيرويدز ولوكال اينتمنت. لوكال اينتمنت مش محتاج تدي لها حاجه سيستميك، لوكال اينتمنت ستيرويدز بتدي لها من 3 ل 6 شهور. ولو بقى فضلت مستمره معاها او كده اللي هو ساعتها بقى ناخد منها بايوبسي، فده بالنسبه للايكن سكليروزس. طب امال ايه الباجيت؟ الباجيت ديزيز ده زي الباجيت ديزيز بتاع البريست بالظبط، ادينو كارسينوما، بس هي الكاركترستيك ليه ان هو عنده وايد لوكال سبريد، فلما تيجي تشيله او تعمل اكسيجنال بايوبسي بتعمل اكسيجنال بايوبسي بوايد سيفتي مارجن، لان ممكن قوي تلاقي ان انت شايف حاجه لكن السبريد بتاعه بيبقى اكتر من كده بكتير. فده بالنسبه للبري مالجنت ليجنز، وقلنا الكوزس ريليتد برده للاتش بي في زي السيرفكس والسموكينج زي السيرفكس. بعد كده قلنا الباثولوجي، باثولوجي جراس ومايكروسكوبي وجريدنج وسبريد. الجراس بيكتشر بتاعتنا يا اما السريشن يا اما ماس ده فالفا، والمايكروسكوبيك بيكتشر سكويمس سيل كارسينوما، ممكن تبقى ريرلي ادينو كارسينوما زي في الباجيت او اندفرنشيتد اللي هو الكلير سيل. وبعد كده قلنا الجريدنج 1 و 2 و 3، جريد 1 less than 5% malignant undifferentiated cells، جريد 2 من 5 ل 50% malignant undifferentiated cells، وجريد 3 more than 50% malignant undifferentiated cells. السبريد دايركت سبريد لفين؟ انا مش بعيد لنفسي، انا بعيد عشان نسهل لكم انكم لما تروحوا البيت، يعني انا مش بعيده لنفسي خالص، انا بعيد كتير في البيت يعني مش محتاجه اعيده لنفسي هنا. فالدايركت فين يا دكاتره؟ في البرينيوم واليوريثرا
والانس بالظبط كده ماشي، والفاجينا فهو ده الدايركت سبريد. طب الليمفاتيك سبريد فين؟ الانجواينا الليمف نودز اللي هي بتبدا تدي للفيمرال والاكسترنال ايليك، والبلاد سبريد ليفر ولانج وبرين وبون بالظبط كده. وبعدين هو انا بكتب الكلام ده تاني عشان يعني التكرار يعني بيعلم، مش كده ولا ايه؟ ما انا ممكن اقول لكم جريدنج زي ما خدنا اول مره وتبقى هي اتخذت مره واحده، لا، عشان تبقوا انتوا سهل عليكم انكم تبقوا خلاص بقى ده انتوا صممتوا انت بتتكلمي في ايه يعني ماشي. طيب الكلينيكال بيكتشر بتاعتنا سيمبتومز، ايه السيمبتومز اللي ممكن تيجي تشتكي منها الست؟ بروريتس فالفي طبعا، ما هو اريتيشن في المكان، ايه هو الاريتيشن؟ يعني بيجي لها بروريتس فالفي، وممكن طبعا تشتكي من ماس، ان هو الماس بالظبط كده، السريشن وبليدنج منها، فاول سميلنج ديسشارج بالظبط كده. فهي دي السيمبتومز اللي ممكن تشتكي منها، ده سيمبتومز. طب ساينز، انا لو جيت اعمل لها جنرال اكزامينشن الاقي ايه؟ اللي هي جنرال مانيفستيشن اوف ميتاستاسيس، على حسب لو هي في ميتاستاسيس وموجود فين، واللوكال اكزامينشن طبعا انجواينا ليمف نودز مهم قوي ان انا ابص عليها اذا كانت موجوده ولا لا، وابص بقى على الماس او الالسر اللي موجود في الفالفا وانفولفنج انهي حته، هل هو كليتورس، هل هي ليبيا ميجورا ليبيا ماينورا، السبريد قد ايه يعني الاريا اللي انفولد قد ايه. ده بالنسبه للكلينيكال بيكتشر سيمبتومز ساينز. طب ستيجنج، ستيج 1 كونفاين للفالفا اقل من 2 سم، ستيج 2 فالفا بس اكتر من 2 سم، ستيج 3 في ليمف نودز بالظبط، في ليمف نودز مع اي سايز في ليمف نودز، ستيج 4 ديستنس سبريد، ايه بلادر وريكتال ميكوزا، وبي ديستنس سبريد بالظبط كده. ده الستيجنج والكلينيكال بيكتشر بتاعك. في سؤال لحد دلوقتي؟ طيب بعد كده هعمل لها ازاي ايه انفستيجيشنز، ها تو كونفيرم دايجنوزس، ازاي كونفيرم دايجنوزس؟ بايوبسي بالظبط كده. لو انا شايفه ليجن بعمل ايه، انسيجنال ولا اكسيجنال؟ يعني باخد حته منها ولا كلها؟ يعني انا بتكلم على الليجن مش بتكلم على الفالفا، انا بتكلم على الليجن، باخد حته من الليجن ولا باخد كل الليجن؟ طيب يعني مين بيقول اكسيجنال بايوبسي؟ اكسيجنال اللي هو اكسيجن كلها كلها خلاص، اكسيجنال بايوبسي. ومين بيقول انسيجنال بايوبسي؟ ليه كده يعني احنا لازم نبقى واثقين يا جماعه، هي لازم تبقى اكسيجنال كلها، هي كلها على بعضها اكسيجنال بايوبسي، هو كل البايوبسيز اكسيجنال، ما حدش بيعمل انسيجنال بايوبسي غير قليل قوي اللي هو بتوع الراديو مثلا في عندهم بريست فبياخدوا منها انسيجنال بايوبسي حاجه كده كور او حاجه، لكن غير كده اي بايوبسي بتبقى اكسيجنال بايوبسي، انك بتشيل الماس اي حاجه ماس انت عندك، طالما الماس دي انت شايف الباوندريز بتاعتها فبتشيل هذه الماس كويس وبتبعتها انها تتحلل. فاي بايوبسي بتبقى اكسيجنال بايوبسي، اي ماس بتبقى اكسيجن لهذه الماس اوكي. فبناخد نكونفيرم دايجنوز ازاي، ان احنا بنعملها اكسيجنال بايوبسي. طب افرض ان هي جايه لك ببروريتس فالفي بس وانت مش شايف حاجه، تعمل ايه بالظبط؟ ممكن كولبوسكوبي، فاكرين الكولبوسكوبي؟ هو الكولبوسكوبي مش بس للسيرفكس، لا كولبوسكوبي احنا قلنا ان ده مايكروسكوب بيكبر الحاجه اللي قدامي 20 مره، فهي جايه بروريتس فالفي يعني هي عندها ليجن بس انا مش شايفاها بالناكد اي، فممكن ساعتها اجيب جهاز الكولبوسكوب اللي احنا شفناه قبل كده وابص على الفالفا بالكولبوسكوب، هيكبر لي الاريا بحيث ان انا لو لقيت ليجن اروح عامله منه اكسيجنال بايوبسي بالظبط كده، يبقى كولبوسكوبيكلي جايدد بايوبسي. طب افرض برده ما شفتش حاجه، اعمل ايه وانا بعمل كولبوسكوبي؟ اسيتيك اسيد بالظبط كده، اسيتيك اسيد او شيلر ايوزيد. اسيتيك اسيد اللي هو بيدي كالوريشن ايه، وايتش للنورمال ولا الابنورمال؟ للابنورمال بالظبط كده. فاروح واخده بقى بايوبسي اكسجنال بايوبسي من الاسيت وايت ارياز اللي ظهرت لي اوكي، او لو ما كانش عندي الاسيتيك اسيد يبقى شيلر ايوزيد. الشيلر ايوزيد هيعمل ديسكالوريشن لمين؟ للنورمال. فساعتها اخد انا بايوبسي من الحاجه اللي ما خدتش اللون البني، ما خدتش اللون البني بتاع الايودين، يبقى اخد منها اكسجنال بايوبسي. يبقى احنا ازاي بقى كونفيرم الدايجنوزس باكسجنال بايوبسي؟ اكونفيرم الدايجنوز باكسجنال بايوبسي من اللي موجود عندي. طيب افرض ان انا مش شايفه حاجه والست برده بتشتكي من بروريتس فالفي، وده غالبا بيبقى في البري مالجنت ليجنز اوكي، يبقى ساعتها بروح بصه بالكولبوسكوب. طب افرض ان انا حتى بالكولبوسكوب ما شفتش حاجه، ان انا اخد منها اكسجنال بايوبسي، اعمل لها شيلر ايودين او اعمل لها اسيتيك اسيد خلاص. فلو عملت كل ده وبرده ما فيش حاجه خلاص، يا مدام انت غالبا في اريتيشن في السكن، يا اما هتديها الستيرويد اوينتمنت كويس، يا اما انك انت هتحولها لدكاتره مين؟ جلديه بالظبط، ديرما، ما هو ده جلد الفالفا، ده جلد صحيح، هو الجلد بتاع الفالفا بس اتز ستيل ممكن يبقى حاجه من بتوع الجلديه اللي هم هيدوها ايه؟ ستيرويدز برضه. فهو اللي هو يعني ستيرويدز ماشي. فده ازاي ان احنا نكونفيرم الدايجنوزز بتاعنا. طب ازاي ديتكت سبريد؟
بالظبط كده على حسب السبريد اللي انا عايزاه، يعني اكس راي عشان تشست عشان لانج، بعدين ابدومينال الالترا ساوند عشان الليفر، سي تي برين نشوف البرين اخباره ايه، بون سكان عشان اشوف البونز، فبنعمل لها يعني انفستيجيشن تو ديتكت سبريد، وبعدين بعد كده تو اسس فيتنس اوف ذا بيشنت فور سيرجري، اي سي جي لاب تست اشوف اليوريا والكريات والليفر فانكشنز بتاعتها والسي بي سي وكده، ان انا اساس الكونديشن بتاعه العيان. طيب تريتمنت هعمل ايه لو هي بري مالجنت ليجنز؟ ها يعني يعني انا دلوقتي عملت لها هذه الانفستيجيشن وطلعت في الاخر ان هي بري مالجنت ليجنز، يعني حاجه من البري مالجنت. كويس كويس طيب ماشي، يعني هعمل لها ايه لو هي بالظبط كده، لو في في اي ان 1 او حتى بيحصل ريجريشن، مش بس في اي ان 1 زي في السيرفكس 70% او 60% من السي اي ان بيريجريسوا، ده هنا في اي ان 1 و 2 كمان ممكن يحصل لهم ريجريشن، فانت طالما ان هي في اي ان 1 او 2 فبتعمل لها فولو اب وتديها ستيرويدز عشان بروريتس فالفي اللي هي حاسه بيها، وبتعمل لها بس فولو اب لان هو ممكن يريجريسوا لوحدهم. اوكي طيب لو كانت لا بقى دي مش بري مالجنت ليجنز، دي حاجه من المالجنسي بتاعتنا ستيج 1 او ستيج 2 او كده، هتعمل ايه؟ يعني لو ايرلي يعني الاقل لسه هي ستيج 1 واقل من 2 سم وكده برضو بنعملها اكسيجنال بايوبسي وفولو اب، يعني لو طمني دكتور الباثولوجي قال لي لا السيفتي مارجنز بتاعتك نيجاتيف، انت فعلا كل اللي شلتيه هو التيومر كله، مش يعني مش محتاجه فيرذر تريتمنت خلاص، لكن لو رجع وقال لي لا ده انت المارجنز بتاعتك كانت بوزيتيف فور مالجنسي، فكده معناه ان ممكن يكون لسه في مالجنسي موجود في العينه، يبقى ساعتها اعمل لها ايه؟ راديو ثيرابي. بالظبط كده، ده سكين سكويمس سيل كارسينوما، فده سنسيتيف تو الراديو ثيرابي، فاروح مديها راديو ثيرابي. لو من الاول خالص لقيت ان هو ستيج متقدمه او في انفولفمنت للليمف نودز، فاعمل لها ايه؟ راديو ثيرابي على طول من الاول، لانه الاوبشن الثاني ان انا اشيل هذه الليجن اللي هي ممكن تبقى انفولفنج ذا هول فالفا او حته كتيره من الفالفا، اللي هو بعمل لها ايه؟ اشيل الفالفا اسمها ايه يا دكاتره؟ فالفكتومي. بالظبط كده، سكيننج فالفكتومي، فانتم متخيلين فالفكتومي دي حاجه المربيتي عاليه، وبعدين انت لازم تكفر الكلام ده بسكين جرافت من حته ثانيه، ما هو مش معقول هتسيبها كده، مش كده ولا ايه؟ فطبعا المربيتي عاليه وممكن يحصل لها ريجكشن وانفكشن وانفلاميشن على المكان، طب يبقى على ايه؟ ما انت ممكن تديها راديو ثيرابي وخلاص. فعشان كده برده في الايرلي ستيجز انك انت بتعمل سيرجيكال تريتمنت او اكسجنال بايوبسي، وفي الليت ستيجز برده راديو ثيرابي اللي هي نفس القاعده بتاعتنا، ان هو كل ما تبقى ايرلي فممكن انك انت هتشيل كل التيومر بالسيرجري ده، فبتعملها اكسجنال بايوبسي او تعملها اكسجن وخلاص للتيومر اللي موجود، او وايد لوكال اكسجن. كويس، يعني اكسجن للمكان ببروبر سيفتي مارجن، وبالذات في الباجيت ديزيز هو اللي محتاجين وايد لوكال اكسجن. لو هي انفولفنج كل الاريا بتاعه الفالفا بتعمل لها سكيننج فالفكتومي، لو هي لا متقدمه بدل ما تعمل سكين فالفكتومي يبقى ساعتها بتروح مديها راديو ثيرابي. كان زمان بيعملوا بقى يعني اوبريشن دراستيك، فحتى في ستيج 3 دي، ستيج 3 اللي هي فيها ايه؟ الفالفا والليمف نودز. بالظبط كده، كانوا ساعتها لا بيقولوا لا احنا نشيل كله. كويس، فبيشيلوا الفالفا اللي هو السكين اوف ذا فالفا كله، ليبيا ماجورا ليبيا ماينورا وكليترس، وكمان يوصلوا بالسكين لحد الانجواينا الليمف نودز. كويس، فبيبقى الانسيجن بتاعهم يعني ده عند الانجواينا الليمف نودز والفالفا كلها. كويس، فبيشيلوا كده شكل الباتر فلاي، او كانوا بيقولوا عليه باتر فلاي انسيجن، عشان ده انكلود الانجواينال ليمف نودز. كويس، وبعدين هنا عندنا الفالفا. كويس، والبرينيوم، يعني فبيشيلوا كل ده بيسموه باتر فلاي انسيجن. طبعا الموربيديتي بتاعته عاليه جدا والانفكشن ريت بتاعه بقى عالي قوي، فعشان كده ما بقيناش نعمل او ما حدش بيعمل الباتر فلاي انسيجن ده. باتر فلاي انسيجن بقى بيستعيدوا عنه باللوكال انسيجنز، يعني لو حتى هيشيل، لو هو قرر ان هو لا هيشيل لها الليمف نودز ويشيل لها الفالفا، فبيعمل سيبريت انسيجن لوكال اكسيجن، يفتح على الانجواينال ليمف نودز ويشيلها، يشيل الحته بتاعه الفالفا لوحدها، وبعدين بعد كده يعمل سكين جرافت، بدل ما نعمل هذه الباترفلاي انسيجن اللي هي انفولفنج كل الاريا بتاعه من اول الانجواينال ليمف نودز والفالفا والبرينيوم، ما بقيناش نعمل الباترفلاي هذه انسيجن لان الموربيديتي بتاعتها عاليه قوي، فبقى لوكال اكسيجن، يعني بتفتح بس على المكان بتاعه اللي هو الانجواينال ليمف نودز، وبتشيل برده ناحيه الفالفا والبرينيوم. الكلام ده اكتر بتشوفوه طبعا في معهد الاورام، لكن عامه احنا بنعمل راديو ثيرابي لان الموربيديتي هنا
بتبقى عاليه قوي، وممكن بعديها كمان يجي لك الريبورت بتاع الباثولوجي ان عندك ما في السيفتي مارجنز، المارجنز بتاعتك فيها بوزيتيف فور مالجنسي، اللي هو تحتاج تعمل ايه؟ راديو ثيرابي، وانت اساسا عامل حاطط لها جرافت وتدي لها راديو ثيرابي، فالريجكشن هيبقى شكله ايه والانفكشن هيبقى شكلها ايه؟ فطبعا الست بتتبهدل. فعشان كده طب ما من الاول وهي كده بحاجتها يعني بتروح مديها راديو ثيرابي عليها بدل ما تزود الموربيديتيز جامد قوي عشانها. اوكي؟ فده بالنسبه للماليجنسي اوف ذا فالفا. في سؤال في الماليجنسي اوف ذا فالفا؟ اوكي. مين بقى هيطلع يقول لنا الماليجنسي اوف الفاجينا ويكتبه؟ يعني يا ريت حد يفولنتير بدل ما انا اختار. يعني متهيألي خلاص بقى يعني التطبيق فيري ايزي مش كده ولا ايه؟ ده احنا طبقناه لحد ما قلنا مش عارف ايه. يا سلام. يور بورد يا عمر بكل الواناتك. خد يا عمر. والمايك كمان ده تفصيل والله. مش مشكلة ولا عدد مش كبير. مش عايزة ريكوردر؟ لا لا ريكوردر ايه في الدرجات دي. طيب انا هاخد الوقت ده ان انا هوزع لكم الورق بتاعكم ماشي على بال ما عمر يكتب البورد. فين شريف؟ شريف جه؟ شريف زكريا شكرا يا شريف. 60 شريف جاب 60 فميرسي جدا يا شريف. بص انا جبت لك لانج لو عندك غيره من المروه. عندك لانج؟ طب كويس. ايه احمد لمعي؟ ايه لمعي ممتازه يا دكتوره. ايه محمد علي؟ هشام؟ فين هشام؟ ممكن نتي ورا. محمد عاطف حامد؟ ايه ياسر؟ تغريد سمير؟ تغريد ريم؟ عمر هحط لك الورقه بتاعتك. محمد ابراهيم؟ سمر حسام او سمر حسن هتدي لها؟ لا شكرا اتفضلي. احمد عبد المعطي؟ روان محمد؟ روان؟ ايه محمد عبد الرازق؟ ماريا؟ مساء الخير يا دكاتره. احنا النهارده هنتكلم عن المالجنت فاجينال تيومر. وطالما مالجنت يبقى عندنا الاستامبا السوداء الحمد لله حافظينها تمام. وانتوا اللي هتقولوا بقى انا مش هقول كل حاجه تمام. طيب لما نيجي نبص اول حاجه عندنا الديفينيشن. ايه الديفينيشن بتاع المالجنت فاجينال تيومر؟ قول انت. اعتقد على حسب معلوماتي انها زريه ست حاجه يعني. طيب عندنا الاثيولوجي عندنا يا اما بري مالجنت ليجن يا اما حاجه دايركت كوز. نخلي نكتب دايركت عشان انا مش عارف بري مالجنت. ده المفروض العكس. يعني الدايركت اكيد حاجه بتعمل دايركت اريتيشن فممكن مثلا اقول فاجينايتس مثلا او اتش بي في. اتش بي في برضه. تمام. البري مالجنانت بقى. برضو. طب برضو. في اي اي ان. في اي. في اي اصلا. طيب عندنا. انا كنت هكتبها جي اصلا. طيب عندنا البري مالجنانت. طيب عندنا فاجينا الانتراكسيريا ديوبليزيا اللي هي في اي اي ان. ودي 1 و 2 و 3
وبعد عن الوان كونفايند اللي اللور سيرف وبعد كده وما خرمتش البيزمنت ممبرين طبعا عشان دي ايه تمام خرمتش سوري ما فتح يا معلم يا كمان طيب بعد كده اسمه ده بعد كده عندنا وتو 3 بقى وحضرتك عارفين يعني طيب ده كله ونخش على الباثولوجي بقى الباثولوجي جروس لي هيبقى ايه يا أصلي ماس ماشة كده في حاجة تاني؟ نديون ماس ماس خلاص مخرج طيب مايكروسكوبي طب ممكن يبقى في حاجة تانية غير سكوير من السل؟ ممكن والمور كامل هيبقى إيه؟ سكوير من السل تمام طيب الجريدنج بقى 1 2 3 برو ها ايه 1 1 هيبقى ايه 5% ايه برو ان شاء الله 2 35 معلش 3 اكثر من 35 طيب السبده ولا ايه طيب السبريد عندنا السبريد هيبقى ايه دايركت او لمفاتيك او بلد دايركت هيروح فين؟ ناشف ما تقدرسنا على البورد مش كده لا انا خيرت بوضاي هو مش بعيد مش مهم ها وممكن السيرفيس والبالبا ممكن يطلع لل باراميتريم باراميتريم ايوه طب ممكن يعني ممكن يوصل للبلادر او للريكتم بالظبط بالظبط هو بلادر وريكتم ما جبناش حاجه مثلا طب الليمفاتيك هيروح لانهي ليمف نود ركز يا سليمان وما تبصش ورا هيروح لانهي ليمفاتيك طيب شريف ايه هيعمل ايه الليمفاتيك سبريد بتاعه طب ده لو برايمري ليجن ممكن يبقى في سكندريز في الفالفا زي ما خدنا في الاوفيرين في سكندريز ايه رايك ايه رايكم مور كومن مور كومن ان يجي فيها ان يبقى سكندري عن انه يبقى برايمري تمام طيب والبلد سبريد هيبقى فين الحمد لله طيب الكلينيكال بيكتشر بقى السيمبتومز بتبقى بتشتكي من ايه تمام discharge وايه كمان bleeding والسبارونيا هاي والبليدنج ده هيبقى شكله ايه contact bleed والdischarge ايه mass 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 خلاص حتى عنده اي سيمتوم تاني طيب عندنا ساينس عندنا جنرال ولوكال ساينس طيب الجنرال هيبقى صور يا ابن عادل الجنرال هيبقى ايه لو في متاسس تمام زي ايه بقى السيمتومز او الساينس او اللوكال يعني هيبقى بليدنج ونتاتش مثلا بين اتشنج او متضايق من الشارج مثلا لا كان فاين سوري انا اسف على حكي ايه ايوه خلاص انا اسف انا زبط صح بليدنج اون تاتش زي ما قلت بليدنج اون تاتش وماس بس ايه تاني كان عندنا بليدنج اون تاتش يا شباب سوري عايش يا شباب الحاجه معانا كمان كده ما شاء الله يبقى كده ناقصنا في البلينك بيكتشر قلنا سيمبتومز وساينز يبقى ايه باقي السنيك بس لا 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 والله طيب عندنا ستيجنج عندنا ستيج 1 هتبقى ايه تمام ستيج 2 ستيج 3 يبقى هو ستيج 4 ايه بلادر ريكتوم
تمام. يبقى عندنا ستيج 4 ايه البدر والريكتم وستيج وبي يبقى ديستانس. تمام يبقى كده بقينا ايه الانفستيجيشن عندنا ايه بقى دي في ثلاثه كاتيجوريز يا اما عشان نكونفيرم الدايجنوزس وعشان نديتكت السبريد وعشان نشوف الفيت فور سيرجري. طيب عشان نكونفيرم الدايجنوزس هنعمل ايه؟ اكسيجن ولا انسيجن؟ اكسيجن. طيب عشان نديتكت السبريد كده كده لازم تعمل اكسجين لو حتى بناين لازم تشيلها. مش حاجه مش تيومر اصلا. ايوه ما لازم تشيله. ما حاجه نوديول او لايفوما او فايبروما لازم تشيلها. لازم كلها تعمل اكسجين بايبس. هنتكلم في البناين ولو في هايبرتنشن نظبطه ولو في دايبيتس كده. هي مور كومن في انهي ايه؟ لا ممنوع الاسئله. لا لا مش هو اكيد اولد ايج. طب يعني اكيد اولد حد من اصحابك يرد عليك. التريتمنت بقى لو حاجه لسه انترسيت ايه؟ يبقى السيرجري في الانسيجنز في ايه؟ قول يا تمام. ما تيجي تشرح مكاني. يعني نوع السيرجري هتبقى اسمها ايه الاوبريشن اللي هنعملها في ستيج 1 ايه؟ لا انت هتشيل ايه؟ هنشيل البارامتريوم ونشيل اسمها ايه؟ اسمها ايه الاوبريشن؟ راديكال اللي هي فير تايم بالظبط كده. لو ستيج 1 ايه هتبقى فير تايم. يبقى عندنا سيرجيكال. يبقى سيرجيكال من ستيج 1 ايه؟ تمام ودي هنعمل فير تايم. بعد كده هنعمل بقى ايه؟ تمام. حد عنده اي سؤال؟ شكرا. شكرا. انا ايدي بتترعش يا جماعه. شفتوا الموضوع سهل ازاي؟ سهل جدا. يعني انت طالما عارف البيزكس خلاص. فاحنا هو نفس الكلام اللي قاله عمر بالظبط. مش هزود عليه غير حاجه صغيره جدا. كويس ان في عندنا سبيسيفيك تايب اوف كانسر فاجينا اسمه ساركوما بوترويدز. ساركوما بوترويدز من اسمها اتز ساركوما. ساركوما بس ارايزنج من الفاجينا. ودي بتيجي في الفيري يانج جيرلز البنات الصغيرين. تجي لك بنت عندها 5 سنين 6 سنين 10 سنين حتى ممكن حاجه قبل البيوبرتي وعندها بليدنج. تجيبها مامتها بتقول لك دي عندها بليدنج خلاص. فمهم قوي ان احنا نكسكلود ان هي ما تكونش بس ساركوما بوترويدز لان ساركوما بوترويدز دي من الحاجات اللي هي مالجنت وبتيجي في الفاجينا وبتيجي في اليانج ايج. ومهم على فكره هي موجوده في الكتب بره. انا مش عارفه ليه كتابنا شالها دي. بوترويدز ده يعني هو كان عالم مصري اسمه بطرس هو اللي اكتشفها وهو اللي يعني. فما ينفعش ان احنا نشيلها وتفضل موجوده في الكتب بره. فساركوما بوترويدز بتبقى جريب لايك ليجن. جريب لايك دي سمعناها فين قبل كده؟ في الفيزيكولر مول. بس هي دي جريب لايك ليجن فلاشي ماس. جريب لايك فلاشي ماس بتبقى موجوده في الفاجينا كويس. وبتبقى دي اسمها ساركوما بوترويدز. وبيبقى التريتمنت بتاعها طبعا ان احنا هنشيلها وبعد كده بندي لها يا راديو يا كيموثيرابي. هقول لا لا مش جيناتك. جيناتك بريديسبوزيشن. طيب وبعدين بيبقى في عندنا كمان التريتمنت غير الراديوثيرابي. في كيموثيرابي اللي هو 5 فلورو يوراثيل. فده ممكن ان احنا بنستخدمه. ال 5 فلورو يوراثيل ده كيموثيرابي بيستخدم في ال 5 فلورو يوراثيل بيستخدم في الفاجينال ليجنز وبالذات في البريمالجنت ليجنز اوف ذا فاجينا. يعني لو لقينا لو خدنا اكسجنال بايوبسي ولقيناها ان هي في اي اي ان 1 ولا 2 ولا 3 ممكن ان انا ابتدي ادي لها احط لها يعني كيموثيرابي عشان
ما didn't spread to malignancy, او لو هي malignancy في في late stages مش قادره ان انا اعمل لها surgical treatment, ممكن اجرب ال 5 fluorouracil. فهو نفس السكيم ونفس الشرح بالظبط اللي عمر قاله لنا, بنزود بس حاجه بسيطه اللي هو في كيموثيرابي اللي هو 5 fluorouracil, وفي نوع بيجي مش في الاولد ايج, بيجي في اليانج ايج اللي هي الساركوما بوتريويدز. في سؤال يا جماعه في الفاجينال ليجنز, في الفاجينال كانسر, يبقى ده بالنسبه للفاجينا. طبعا لو قالك على اي نوع كانسر في الدنيا انت تقدر تمشي في السكيم بتاعك وتكتبه من A to Z, وما يعني فول مارك طبعا, يعني ما انت خلاص مع كله عارف, وطالما عارف الارجن بتاعه قالك مثلا فالوبيان تيوب كانسر خلاص هنطبق نفس القصه, بس هو هيبقى كيوبويد الابيثيليوم ونفس السكيم هيمشي عادي خالص. وطبعا في الايرلي ستيجز هشيل كله اللي هو هتبقى راديكال هيستراكتومي, وبعد كده هستخدم الراديو ثيرابي بالظبط كده. فده بالنسبه للتيومر او المالجنسي اوف ذا جينتال تراك. في سؤال في malignancy of the genital tract. بتشيلي الماس, بتشيلي الماس وممكن تحتاجي الراديوثيرابي بعديها, لان مش ممكن اعمل بنوته صغيره كده ان انا اشيل كل حاجه. فانت بتشيلي الماس في الساركوما بوترويدز كويس. وبعدين هي على فكره الحلو فيها ان هي فيري ايرلي دايجنوزس. ليه فيري ايرلي دايجنوزس؟ بنت صغيره عندها مش عارف كام سنه جايه ببليدنج, امها هتجيبها على طول ايميديتلي خلاص, بيبقى تفتكروا اكتر سبب هيبقى بليدنج في اليانج ايج ده ايه؟ اكتر most common what's common is common. ممكن تروما, foreign body insertion, يعني هي دخلت اي foreign body كده, هو ده اللي عملها تروما باي foreign body. فاكتر حاجه فعلا foreign body, والmost serious اللي هي ساركوما بوترويدز. مع يعني من رحمه ربنا انك انت بتدايجنوز فيري ايرلي, لان هي بتجيلك فيري ايرلي, فبالتالي انت بتبقى دايما جايه لك في ستيج قليل, يعني في القليل جدا في فيري ايرلي ستيج. فلا هي مش محتاجه غير انك انت تعمل لها اكسيجن للماس اللي موجوده, وبعد كده ما بتحتاجش انك انت تعمل لها اي تريتمنت تاني. فاكتر تيومر يعني التيومر arising from الفاجينا لليانج اللي هي الجيرلز الصغيرين قوي دول بيفور ذا ايج اوف بيوبرتي بتبقى الساركوما بوترويدز, وهي بتبقى فلاشي جريب لايك ستراكشر, وبيبقى التريتمنت بتاعها اكسيجن, وما بتحتاجش تعمل اي حاجه تانية بعديها, لان هي بتجيلك اصلا في الايرلي ستيجز عشان هي لسه بنت صغيره يعني. فهتبقى فيري الارمينج ساين بالنسبه لمامتها ان هي عندها بليدنج. اوكي في سؤال؟ لا 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 CIN يعني ايه يا دكاترة؟ ده malignancy؟ لا هعملها في تايم؟ لا طبعا ده بري مالجنسي. حتى سري ما هي ما فيش انفيجن للبيزمنت ممبرين, ده ما فيش انفيجن, انت عندك بري مالجنت ليجن لسه ما فيهوش انفيجن ولا لوكال سبريد ولا اي حاجه خالص. ليفر تايم ما فيش, انت بتعملي بس يعني انت في اي اي ان انت قصدك في اي ولا الفي اي؟ الفي اي ان هتعملي لها لوكال فولو اب كويس, ممكن تحطي لها كريمز وكده لوكال فولو اب, وبعدين اكسجنال بايوبسي وفولو اب, هي بتريزولف لوحدها. لو didn't resolve بقى هو يعني واتحولت لستيج 1 A كويس, هو اللي ساعتها في ستيج 1 A اللي بتعملي فير تايم اوبريشن كويس. لكن ستيج 2 ده السبريد اللوكل بتاعنا, سبريد هنا يا دكاتره هيبقى باراميتريم. انتوا فاكرين لما يبقى عندنا باراميتريم في السيرفكس كنا بنعمل ايه؟ باراميتريم يعني ستيج كام في السيرفكس؟ ايوه 2 A 2 B بالظبط كده, من اول 2 B راديو ثيرابي خلاص بقى, يعني راح زمن السيرجري, سيرجري لحد 2 A خلاص, لكن كان من اول 2 B كنا بنعمل خلاص راديو ثيرابي. فعشان كده الفاجينا الحاجه الوحيده اللي بتعمل لها سيرجيكال تريتمنت هو ال 1 A, لكن انت بعد كده يعني اول ستيج 1, لان وانس انك انت دخلتي في ستيج 2 خلاص ده بقى عندك ايه لوكال سبريد, واللوكال سبريد بتاعك لو كان للسيرفكس فوق هتكملي فيرتايل, لكن لو كان باراميتريم لا خلاص انت كده مضطريه انك انت تعملي راديو ثيرابي. اوكي فهو على حسب, لو حاجه ان انت لما تشيلها خلاص التيومر كله هيبقى كيورد هيبقى تشيل, يبقى تعمل الاوبريشن. لو لسه هيبقى عندك حاجه فهتضطر تدي راديو, طب ليه تاخد كومبايند الراديو والسيرجري مع بعض الموربيدز؟ لان دي اوبريشن كبيره, احنا بنعمل فير تايم, يعني انك انت بتشيل ايه في الفير تايم او راديكال هيستراكتومي دي؟ يوترس والاوفريز والتيوبز اللي هو بان هيستراكتومي والابر بارت اوف ذا فاجينا وباراميتريم وسامبلنج للليمف نودز. فطبعا ديسكشن واوبريشن يعني اوبريشن كبيره, انت بتعمل ايليا كليمف نودز وباراورتك ليمف نودز, فكل ده انت بتشيله بس في ستيج 1 خلاص. فموربيلتي عاليه كمان بعدي, اصل لو هي كده بس وكيورد خلاص الحمد لله, لكن كمان بعديها تروح مديها راديو ثيرابي, يعني ده هيبقى طب ما تديها راديو ثيرابي بس في الاوفيريان عشان الكيموثيرابي
الكيموثيرابي سايد افكتس بتاعته عاليه قوي، عشان كده بنعمل الدي بالكينج عشان اقلل الدوز بتاعه الكيموثيرابي خلاص. لكن الراديوثيرابي لا، انت مش يعني الموربيديتي بتاعه الراديوثيرابي مش عاليه قوي لدرجه انك انت محتاج انك انت تعمل لها دي بالكينج وبعدين تشيل، خصوصا السبريد ده ممكن يبقى انت مش قادر تشيل حاجات، يعني مثلا لو وصل لحد اللاترابالفيك وول اللي هي جريد كام في السيرفكس 3B بالظبط كده، اللي وصل لحد اللاترابالفيك وول جريد 3B اللي هو هتعمل ديستكشن كمان لليوريترز وفيري ميتيكولوس ديستكشن في اليوريترز اللي ممكن يعمل ايه ايفاسكولار نيكروزيس وفيستولا بالظبط كده بالظبط كده. فبالتالي ما تدخلش نفسك في موربيديتيز كتيره وايفاسكولار نيكروزيس، وكمان بعد كده تدي راديوثيرابي اللي هو بيعمل ايفاسكولاريتي طبعا، ما هو بيقتل الخلايا عن طريق ايه، ان هو بيقفل البلاد سبلاي اند ارترايتس اوبليترانز، فبالتالي تموت السيلز. فمش معقول انك انت تزود الموربيديتيز قوي بالمنظر ده. اوكي، في سؤال يا دكاتره في المالينسي سيدلينج؟ اه، زي ما فاكرين ما خدنا ترانسيلاميك سبريد ان هي ممكن تنزل زي مالجنان سيلز كده، ممكن تنزل ناحيه الفالفا كويس، فهتعمل سيدلينج للمالجنان سيلز دي. سيدلينج يعني ان هي في شويه مالجنان سيلز وقعت زي السيدز كده على حتت حواليها. بس مهم قوي ان احنا نبقى عارفين ان مالجنانسي في الفاجينا ما تفكرش ابدا في برايمري، غالبا بيبقى سكندري من حته ثانيه، فدور على البرايمري هيبقى فين، هل هيبقى في الاندوميتريوم، هل هيبقى في السيرفكس، يعني هيبقى في حته ثانيه. يعني غالبا الفاجينال كانسر او الفاجينال تيومرز عمره ما بيبقى قليل قوي قوي او اكستريملي رير انك انت تشوفه برايمري، هو غالبا سكندري، سكندري من السيرفكس، سكندري من الاندوميتريوم، يعني سكندري من الفالفا، يعني سكندري من حته ثانيه. لكن انه يبتدي برايمري في الفاجينا اكستريملي رير، اكستريملي رير انك انت تشوف تيومر برايمري ارايزنج فروم ذا فاجينا. فعشان كده مهم قوي ان احنا بنتكلم عليه هنا بالحاجه السبيسيفيك ان هو بيبقى السكندريز هنا مور. زي مين؟ اوفري. ما احنا قلنا كروكنبرج او السكندريز مور كومن زان البرايمر اللي قعدنا نتكلم عليها كتير دي. الفاجينا لا، الوحيد اللي عندنا استروجين ديبندنت يا دكاتره هو الاندوميتريوم بالظبط كده، الاندوميتريا كارسينوما هو الوحيد اللي عندنا استروجين ديبندنت. كده يبقى خلصنا التيومرز بتاعه الجينتال تراكت كله. في عندنا بس ريليتد للفالفا زي ما اتكلمنا على اللايتن سكليروزس، ودي من ضمن الفالفا ليجنز كويس، البناين فالفا ليجنز. ففي عندنا بناين فالفا ليجنز اخرى المفروض ان احنا نبقى عارفينها. هنعرفها ازاي؟ من الستراكشر اناتوميكالي اللي موجوده عندنا في الفالفا. هي الفالفا متكونه من ايه؟ يعني عندنا فيها سكن، وايه كمان؟ هل فيها سوات وسيبيشيس جلاندز؟ اه فيها طبعا سوات وسيبيشيس جلاندز تحت اللي عندنا الليبيا ماجورا، في سوات وسيبيشيس جلاند، وفي هير فوليكلز موجوده عندنا هنا، وايه كمان في جلاندز موجوده فندم ايه؟ في بارتولين جلاند بالظبط كده، في جلاند اسمها بارتولين جلاند مشهوره جدا. فين البارتولين جلاند دي موقعها يا دكاتره في الفالفا؟ في الليبيا ميجورا. فين، انتيرير ولا بوستيرير؟ بوستيرير بالظبط، بوستيرير في الليبيا ميجورا. في عندنا حاجه اسمها بارتولين جلاند، فاحنا عندنا سكن طبعا، سكن هيري سكن ولا نان هيري سكن بتاع الفالفا؟ بتاع الليبيا ماجورا هيري، وبتاع الليبيا ماينورا نان هيري سكن كويس. فعشان بس نبقى عارفين لو قالك فوليكولايتس مثلا طالعه من الهير فوليكل دي اكيد هتبقى في الليبيا ماجورا، مش ممكن تبقى في الليبيا ماينورا، ما عندناش هير فوليكلز اساسا في الليبيا ماينورا. فممكن يبقى عندنا هير، عندنا هير، وطبعا سكن، يعني ممكن حاجات تطلع من سكن ليجن وورتس، او ممكن تطلع عندنا حاجات من الهير، هير فوليكلز. ممكن عندنا سوات وسيبيشيس جلاندز، لو طالعه من السيبيشيس جلاندز بيبقى اسمها ايه؟ ايه يعني enlargement of the sebaceous بالظبط، sebaceous cyst، sebaceous cyst. طيب ومن السوات جلاندز حد يعرف؟ هيدرادينوما. لو السوات جلاندز هيدرادينوما، طيب في عندنا فات سيلز هنا، في عندنا فات في موجوده فين الفات في الفالفا؟ ليبيا ماجورا برضو، ليبيا ماجورا في فات، فممكن يطلع ايه من الفات ده؟ لايبوما. طيب في عندنا فايبرس تيشو في برضو في ليبيا ماجورا، ممكن يطلع منه ايه؟ فايبروما. طيب ايه تاني، ايه تاني؟ بارتولين جلاند يطلع منها ايه؟ بارتولين سيست او بارتولين ابسس، وهنتكلم بقى على كل واحد ونشوف صورهم دلوقتي. طيب وايه كمان، ايه كمان في عندنا هنا؟ بلاد فيسلز في ممكن يطلع منها ايه؟ هيمانجوما. هيمانجوما ممكن تبقى موجوده او تعمل لنا ايه؟ زي ما بتعمل في الرجلين عندنا فاريكوزيتيز، فممكن يبقى عندنا فالفال فاريكوزيتيز وبنقلق منها جدا وقت الحمل، ممكن طبعا تبقى موجوده وقت البريجننسي عشان الريلاكسين والبروجستين والستيزس، فممكن يبقى عندنا فالفال فاريكوزيتيز دي بنقلق منها ليه؟ during pregnancy.
في الولاده ممكن يحصل ايه؟ ترابتشر، وبالذات لو جيت اعمل كمان عاوز اعمل ابيزيوتومي، طب انا هفتح فيها هعملها سيفير بليدنج. فعشان كده بنبقى قلقانين من الفالفال فاريكوستس دي ديورينج بريجننسي، لان طب انا يعني لو جت تولد ما هي ممكن تفرقع ترابتشر الفاريكوستس دي. طيب لو جيت اعمل ابيزيوتومي ممكن برضو الابيزيوتومي ده يعمل لنا فيعني على حسب، على حسب بتشوف شكلها ايه. طب ممكن افتح فين؟ لو في اريا ممكن انك انت تفتح فيها مثلا ميديان ابيزيوتومي او كده ما يكونش فيها الفالفال فاريكوستس دي. فدي كلها حاجات على حسب الستراكشرز اللي موجوده في الليبيا. كويس، ممكن ان هو كل واحده منهم يطلع منها ماس زي لايبوما، فايبروما، هيدرادينوما، سيبيش سيست، بارسلين جلاند، بارسلين سيست. ايه كمان؟ افندم نيفس، ممكن يبقى في نيفس موجوده في المكان، او ميلانوما. ايه كمان؟ ساعات بيبقى عندنا حاجه اسمها انكلوجن ديرمايت سيست، اللي هو كانت واحده عامله لها سيركمسيجن. كويس، وبعدين السكن وهم بيقفلوه فيحصل بالظبط انفاجينيشن للسكن جوه، فيبتدي بقى السيبيشس ماتيريالز والسوات والهير وكده يجروا على جوه ويعمل لك حاجه اسمها انكلوجن ديرمايت سيست. كويس، انكلوجن ديرمايت سيست. طيب بنعمل لها ايه؟ تفتكروا هنعمل لها ايه الانكلوجن ديرمايت سيست دي؟ اكسيجن. طب اللايبوما والفايبروما واي شيء شيئوما، كل شيئوما دي بتعملها اكسيجن. فعشان كده حتى لما بنقول طب بناين دي هتطلع بناين، ايوه، ما التريتمنت بتاع البناين اصلا اكسيجن. فيا اما تسميها اكسيجنال بايوبسي او ذا اكسيجن از تريتمنت، خلاص. بس كلها ان احنا بنشيلها، لايبوما اكسيجن، فايبروما اكسيجن، مش عارف نيفس اكسيجن، كله بتعملها اكسيجن، عمرك ما بتعمل حاجه من دول انسيجن. بس البارسولين هعمل لها اكسيجن برضو، ايه رايك؟ لا، البارسولين مهم جدا انها اتس فانكشنينج جلاند، يعني دي مش حاجه اللي هي ايه مش محتاجينها، مالهاش فانكشن زي اللايبوما والفايبروما والكلام ده. لا، البارسولين جلاند دي ليها فانكشن. ايه الفانكشن بتاع البارسولين جلاند؟ لوبريكيشن. لوبريكيشن ديورينج انتركورس، يعني هي بتسكريت سكريشنز ديورينج سيكشوال اكسايتمنت، فبتعمل لوبريكيشن بتسهل الانترودكشن او البينتريشن عشان ما يحصل لهاش ديسبارونيا وفريكشن وكده. فهي محتاجين طبعا الفانكشن بتاع البارتولين. عشان كده لو حصل لها بارتولين سيست، هي البارتولين سيست دي نتيجه لايه؟ ريتنشن اوف ذا سيكريشن جوه. ليه حصل ريتنشن اوف ذا سيكريشن جوه؟ عشان الدكت بقت اوبستراكتد، فانا عندي مشكله هنا في الدكت، اوبستراكشن اوف ذا دكت اوف ذا بارسولين، فما بقتش السيكريشن بتخش جوه الفاجينا، لان هي البارسولين موجوده في ليبيا ماجوره، بس بتفتح الدكت بتاعتها في اللور اند اوف ذا فاجينا عشان تعمل لوبريكيشن في الفاجينا. كويس، فهو لو بقت الدكت دي اوبستراكتد خلاص هتبتدي تنتفخ وتكبر هذه البارسولين. يعني نورمالي يو نيفر فيل البارسولين جلاند لما تعمل اكزامينشن لوحده نورمالي. امال امتى تحسها انها كبرت او تشوفها اصلا انها كبيره؟ لو حصل obstruction للدكت. وهيبقى التريتمنت ايه؟ تفتكروا تريتمنت هنعمل لها ايه؟ يعني هعمل افتح الدكت على الناس اللي مش قاريه، انتوا تفتكروا واحده عندها obstruction للدكت هعمل ايه؟ اعملها ايه؟ اسلك، ممكن اسلك الدكت. فكل ما تيجي تسلك هذه الدكت، طبعا دي دكت رفيعه قوي، فممكن ان هي يرجع تاني. تشيل خالص، تعمل دي روفنج للدكت، يعني الدكت تشيل الروف بتاعها، تشيل الروف بتاعها. كويس، او حتى الروف بتاع الجلاند كله، يعني دي روفنج، او بنسمي هذا الدي روفنج حاجه اسمها مارسوبيالايزيشن. حد يعرف البارسولين جلاند لاين باي ايه؟ ترانزيشنال ابيثيليوم، زي بتاع اليورينري. خلاص، فبتعمل مارسوبيالايزيشن او دي روفنج، او تشيل الروف بتاع الدكت، فبالتالي السكريشنز هتبقى فين؟ طلع على بره على طول، مش كده ولا ايه؟ لان انا شلت الروف بتاعها، فبالتالي كل ما يبقى عندها سكريشن تبقى طالعه على بره. ايوه، يعني ست هتبقى على طول وقت؟ لا، بالظبط during sexual arousal، بالظبط كده، اللي هي وقت ما نكون عايزين هذه الفانكشن بتاعت الجلاند هتبقى هذا المكان وات. طب كويس، ما هو ده اللي احنا عايزينه، ان هو ما بقيناش عندنا هذه الدكت، بدل ما تبقى فتحه الدكت الصغيره اللي بتتقفل دي او بتتسد ممكن كل شويه لان هي ريكيرنت. خلاص، فبتروح انت شايل هذه الروف بتاعه الدكت او بتاعه الجلاند، فتبقى السكريشن على طول coming to the outside. امتى؟ وقت ما تفانكشن الجلاند. قال له ايوه، اللي هو امتى؟ وقت السكشوال arousal، وقت ما نبقى محتاجين الفانكشن بتاعه الجلاند. فهو ده بالنسبه للبارسولين، بس هي اللي ما بتعملهاش اكسيجن عشان تفضل محتفظ الفانكشن بتاعه الجلاند. لكن اي حاجه ثانيه، كليتوريدال سيست اكسجن، مش عارف ايه، كلهم اكسجن. كويس، الا ما عدا هذه البارسولين اللي هو عايزين نحتفظ بالفانكشن بتاع الجلاند، فمش بنعمل اكسجن اوف ذا جلاند، والا الفانكشن بتاعها هيروح. فبالتالي بتعمل مارسوبيلايزيشن او دي روفنج عشان نفضل محتفظين بالفانكشن بتاع الجلاند بتاعتنا. فده بالنسبه لل يعني ان جنرال كده الحاجات اللي ممكن تبقى موجوده، وايه التريتمنت بتاع كل حاجه هتبقى اكسجن. فكره، في مره من المرات ومش بعيده، يعني الدفعه اللي هي ست تقديم دلوقتي جالهم سؤال في اخر السنه
لونج، اللونج بتاعنا ب 10 والشورت ب 5. فلونج كويستشن عن البناين ليجنز اوف ذا فالفا، وكان بقى سويت وصريخ وتقطيع اللي هو ايه ده بناين ليجنز اوف ذا فالفا، حرام حاجات كده بقى اللي هو يعني يا جماعه انتوا يعني الموضوع سهل. اولا متجمعه في صفحه في الكتاب، اه بس الصفحه دي احنا ما بنقراهاش يعني، ده اللي هو مشكلتنا احنا. طيب بس ما حتى لو ما بتقراهاش يعني هي كلها حاجات سهله تجمعها. نشوف اشكالهم كده. دي طبعا الفالفا يا دكاترة. الترمينولوجيز مهمة. احنا عندنا اللي فوق ده اللي هو قدام السيمفيسيس بيوبس ده اسمه ايه؟ مونز بيوبس بالظبط كده، باد اوف فات اسمه مونز بيوبس وبيبقى عليه هاري سكن. وبعدين نخش بقى هنا الفالفا كويس، بتبقى الليبيا ميجورا هما الاثنين باد اوف فات اللي موجودين على الناحيتين دول، الليبيا ميجورا اللي هي بيبقى فيها هاري سكن وبيبقى فيها فات، فهي دي الليبيا ميجورا. الاثنين دول هما الليبيا ماينورا اللي هما بيبقى فيهم افاري يعني يعني بيبقى رقيق السكن هنا بتاع الليبيا ماينورا وما فيهوش هير وما فيهوش فات ولا سويت ولا سيبيشيس جلانز، فده بيبقى ميكوزا وسكين كفرنج اللي هو الاثنين ليبيا ماينورا. وبعدين بيبقى الاورجن اللي فوق ده اللي هو الكليتوريس كويس، فده الفالفال ستراكشر اللي هو بيبقى عندنا ليبيا ماجورا اللي هم الاثنين دول اللي بيبقى فيهم هير سكين وفات وكده. وبعدين بعد كده بيبقى عندنا الاثنين دول ليبيا ماينورا والكليتوريس اللي هو الميديان ستراكشر الكليتوريس اللي هو لو بيعملوا سيركمسيجن، لو في ناس بتعمل سيركمسيجن بيشيلوا بقى whatever structures من الفالفا، شالوا ليبيا ماينورا شالوا الكليتوريس، يعني في grades كده بيعملوها للسيركمسيجن لحد ما ممكن ان هو even حتى السكين بتاع ليبيا ماجورا ده وتلاقيهم قفلوا خالص البنوتة من تحت، بحيث ان هو even اليوريثرال opening، ما هي دي اليوريثرال opening، دي اليوريثرال opening ما تبقاش شايفها. يعني ساعات جيلنا واحدة تولد تحت وتبقى انت عشان تركب لها قسطرة انت مش عارف، لان خلاص الكلام ده كله اتشال واتقفل، فما فيش هو حتى لما بتيجي هي تيرينيت بيبقى في تراك كده بتمشي في اليورين وينزل، لكن انت مش شايف هذه الاوبننج بتاعه اليوريثرا. فده اللي هي النوبيان او السودانيس سيركمسيجن اللي هم بيعملوها اكتر في البلاد دي. فدي بتبقى طبعا مشكله. ولما نيجي نولدها طب ما انت مش شايف الفالفا، مش شايف الفاجينا الاوبننج اصلا، فبنضطر ساعتها ان احنا نفتح يعني زي ما ممكن تفتح ابيزيوتومي لورا، ايوه بس انت العيل مقفول عليه، فانت محتاج انك تفتح هذه الابيزيوت السيركمسيجن المقفوله او السكين اللي مقفول عليه بتفتحه عشان تولد العيانه. وبعدين سيبها مفتوحه، لازم تقفلها طبعا، لان انت يعني لازم ترجع السيت زي ما كانت، عاجبك انت مش عاجبك دي مش مشكلتك انت لازم ترجعها زي ما هي كانت، انت مالكش دعوه خلاص. فبنفتحها هنا وبعدين بنخيطها تاني، لازم نرجعها زي ما كانت، ما ينفعش انك انت تعملها على مزاجك انت يعني. فده بالنسبه للستراكشرز بتاعه الفالفا اللي هو عندنا الليبيا ميجورا على الناحيتين اللي هم بيبقى سكن وهاري سكن يعني وتحتيه فات، والليبيا ماينورا اللي هم الاثنين دول، والكليتوريس اللي في النص، وطبعا دي الاوبننج بتاعه اليوريثرا، وفي ورا هنا الاوبننج بتاعه الانس، وما بين الفالفا الاوبننج والانس ده اسمه ايه؟ البرينيوم اللي هو كام سنتي؟ 5 سنتي 5 سنتي، فهو ده البرينيوم. والحته دي اسمها فيستيبيول، بيبقى فيها طبعا الاوبننج بتاعه الفاجينا، وبتبقى الاوبننج بتاعه الفاجينا بارشلي كفرد بالهايمن اللي هو لازم يبقى فيه اوبننج، والا تبقى امبيرفورت هايمن ويجي لها كريبتومينوريا بالظبط كده افتر بيوبرتي. فده بالنسبه لنورمالي الفالفا هي عباره عن ايه، او ستراكشر اناتوميكالي الفالفا هي عباره عن ايه. طيب ممكن طبعا تبقى في حاجات يعني السكين يبقى فيه كده اريتيشن في الفالفا، ده نتيجه لايه؟ فانك انت بتعمل بقى كولبوسكوبي وبايوبسي، او مش محتاج حتى كولبوسكوبي، انت ممكن تاخد منه بايوبسي او سايتولوجي حتى كويس. ليكوبليكيا يعني الاريا بقت لونها وايت، ليكوبليكيا هي زي كده الاريا، في حته اريا كده بقى لونها وايت، فممكن ناخد منها سايتولوجي عشان نشوف دي عباره عن ايه، ادينوكارسينوما ولا ده بس اريتيشن محتاج ان هو ياخد ستيرويدز ولا ايه كويس. فممكن تاخد منها سايتولوجي اللي هو ليكوبليكيا عشان بعد كده تشوف اذا كنت تعمل لها اكسيجنال بايوبسي ولا تعمل ايه. دي برضو اريتيشن في الفالفا كويس. ممكن يبقى عندنا ulceration، ده هناخده في الالسرز دي كلها، هناخدها في الانفكشن الاسبوع الجاي ان شاء الله. البناين بقى فالفال سوالينج اهو، شايفين السوالينج ده يا دكاتره؟
ده ايه اهو ده بوستيرير ده في الليبيا ميجورا اهو بس بوستيرير اسبيكت بالظبط كده. دي بارسولين سيست كويس. طب بارسولين سيست ولا بارسولين ابسس؟ اعرف منين اذا كانت بارسولين سيست ولا بارسولين ابسس ولا انفكتد بارسولين سيست، لان كل واحده لازم افرقها على الثانيه لان كل واحده ليها مانجمنت مختلف. ممكن تبقى عندي بارسولين سيست زي المنظر اللي انتم شايفينه ده، دي بارسولين سيست، او ممكن تبقى انفكتد بارسولين سيست او تبقى بارسولين ابسس. افرقهم ازاي عن بعض؟ ابسس هيبقى فيه ساينز بتاعه الابسس اللي هو هات وتندر وبالسيتنج وثروبنج وكده، وهيبقى فيه اهم حاجه ايه؟ بوينتنج. بالظبط كده بوينتنج. الابسس اي ابسس بيبوينت عند المكان اللي هو هيبتدي ان هو يفتح فيه بيبقى بوينتنج. خلاص فده بالنسبه للابسس. امال لو هي انفكتد بارسولين هتبقى ريدنس وهاتنس وتندرنس بس مفيش لوكالايز بوينتنج، مفيش لوكالايز. هي كلها ارياز يا هفتح فين؟ انا عايز اعمل درينج. ما هو الابسس ايكوال درينج، اي ابسس يبقى درينج. بفتح فين؟ بفتح عند الموست بوينتنج. ايوه فين الموست بوينتنج؟ في الابسس هيبقى باين، بس في السيست الانفكت السيست هيبقى باين؟ لا، هتبقى الاريا كلها كده. فمحتاج اعمل ايه؟ بديها انتي بايوتكس عشان يا اما الانفلاميشن دي تريزولف يا اما مش تريزولف وتتحول لابسس، فساعتها اعمل لها درينج. اوكي، فبالتالي البارسولين سيست اللي هو زي المنظر ده اللي انتم شايفينه التريتمنت بتاعها هيبقى ايه؟ مارسوبيلايزيشن. طب لو كانت انفكتد بارسولين سيست انتي بايوتكس بالظبط لحد ما اشوف هي هتمشي في انهي تراك، الفيت بتاعها هيبقى ايه؟ هل فيت انها هتكمل ابسس عشان الميونتي بتاعتها قليله او كده فبالتالي اعمل لها انسيجن ودرينج، ولا الفيت بتاعها لما دي انتي بايوتك ان هي حصل لها ريزولف وريزولوشن وتتحول لبارسولين سيست واعمل لها مارسوبيلايزيشن؟ اوكي، فالانفكتد بارسولين سيست لا انا مش بعرف اعمل لها حاجه غير ان انا بدي لها انتي بايوتكس وبستنى اشوف، بستنى اشوف ايه؟ هل هتريزولف وترجع تاني بارسولين سيست فاعمل لها مارسوبيلايزيشن، ولا مش هتريزولف وهتفضل بارسولين ابسس فاحتاج ان انا اعمل لها انسيجن اند درينج، لان اي ابسس ايكوالز درينج. خلاص، فده بالنسبه للبارسولين، ومهم ان انا افرق اذا كانت بارسولين سيست ولا انفكتد بارسولين سيست ولا بارسولين ابسس، لان كل واحده من دول ليها تريتمنت مختلف عن التاني. ودي اكتر ذا موست كومن سويلنج في الفالفا اللي ممكن تشوفوه هو البارسولين. حد يعرف بيجي اكتر لمين؟ البارسولين سيست بيجي كتير وريكارنت كمان. حد يعرف يا فندم ايه؟ لا دايبيتيك سايكلينج، اللي بيركبوا عجل كتير خلاص بيحصل عندهم ممكن يحصل لهم بارسولين، فبيجي اكتر في مع الناس اللي بيعملوا سايكلينج. اوكي طيب، ده بالنسبه لتقطيع الرياضه بقى يعني اللي هو طب لا لازم أبعدش. طيب ده بالنسبه للبارسولين سيست كويس. طيب ايه ده؟ دي ايه دي يا دكاتره؟ دي طالعه في حته طالعه منين الحته دي؟ ليبيا ميجوره الحته فيها هير بالظبط كده. فدي ما يعني هي انا مش عارفين دي ايه، هل هي سوات هيدرا دينوما يعني ولا سيبيش سيست ولا دي ايه؟ بنعمل لها ايه؟ طيب ما اي حاجه هنا هنعملها ايه؟ اكسجن بالظبط كده. اي شيء شيء او ما اي شيء احنا مش عارفين دي ايه، بتشيلها اكسجن وبعدين بعد كده بايوبسي هو يقول لك دي كانت النيتشر بتاعتها كذا بناين. خلاص ما هي اتشالت، لو كانت حاجه بقى مالجنت او كده هتعمل مانجمنت اكوردنج للباثولوجي بتاعها. بس اي حاجه غريبه موجوده هيبقى التريتمنت بتاعها واحد. فانت المفروض اللي تفرق بس اللي تعرفها هي البارسولين، لان هي دي المانج بتاعها مختلف. هو سهل جدا معرفتها من الاناتوميكال بوزيشن بتاعها، لكن اي تانية حاجه غريبه كده بتعمل لها انت اكسجن وخلاص، وبعدين على حسب بقى الباثولوجي بتاعها يجي ايه. اوكي طيب، دي ايه؟ دي طالعه في انهي ريجن؟ الانجوينال بالظبط كده، في الانجوينال. فساعات الانجوينال كانال احنا بينزل فيه ليجمنت اللي هو مين الليجمنت؟ الراوند ليجمنت. فهو نازل الراوند ليجمنت ده بيبقى معاه بيريتونيال فولد. خلاص المفروض ان البيريتونيال فولد ده بيبقى لازق على الراوند ليجمنت وخلاص. ساعات البيريتونيال فولد ده بيبقى فيه فلويد او سكريشن فيعمل لك كده زي بيقول عليه هيدروسيل، لان هو ميه جوه الساك بتاع البيريتونيال وبيسموه هيدروسيل اوف ذا كانال اوف ناك. وبرده بيبقى التريتمنت بتاعها انك بتفتح عليه تعمل اكسجن للبيريتونيال فولد ده ودرينج للفلويد اللي موجود، يرجع لك الباثولوجي يقول لك ده كان بيريتون، دي كانت هيدروسيل اوف ذا كانال اوف ناك، وده ده ريمننت اوف ذا امبريولوجي. فيري رير انك بتشوفه، وبيبقى اكتر في البنات الصغيره لان دي حاجه كونجنيتال خلاص، فبيشوفوه اكتر في البيدياتريك سيرجري او في البنات الصغيره، فبيتعاملوا معاه كهرنيا كويس كانها انجواينال هرنيا، ويطلع ان هو لا ما لقوش فيها كونتنتس غير ان هي كانت ميه دي، فعشان كده بيقولوا عليه هيدروسيل اوف ذا كانال اوف ناك. فده دول different structures اللي ممكن نشوفهم. في تاني structures ممكن تبقى عندنا كوندايلوميتر كده او كتير موجوده، او دي برضو يعني شيء غريب. طب ليه ما قلناش عليه بارسولين؟
ده من بره، ده من بره. وبعدين لو جيت انك انت تعمل بي في او فاجينال اكزامينيشن مش هتحسه خالص. انت البارتولين بتحسها فاجينالي برضو، لان الدكت دي بتفتح جوه الفاجينا. فاحنا البارتولين بنحسها انها بتبقى عندنا صباعين جوه الفاجينا وعند الفالفا، لكن دي انت مش هتحسها كده، انت هتحسها كلها بره، كلها عند الفالفا، ما فيش حاجه محسوسه في الفاجينا كويس. فدي ممكن تبقى لايبوما، ممكن تبقى فايبروما، يعني الماس اللي هي نازله بالمنظر ده كويس. ما اقدرش اقول عليها بارتولين الا لو حسيتها بالبي في، يعني دخلت انا صباعين هنا وقدرت ان انا امسكها بين صباعين اللي جوه وبين الثمب اللي بره. لكن لو انا ما حسيتهاش جوه خلاص دي مش ممكن تبقى بارتولين. اوكي، ده حاجه. الحاجه الثانيه طبعا اللايبوما والفايبروما غير البارتولين سيست. دي سيست كونسيستنسي سيستك، لكن دي كونسيستنسي هيبقى سوليد. اللايبوما كونسيستنت بتاعها سوليد كويس، الفايبروما برده سوليد وفيرم كمان، فيعني الكونسيستنسي مختلف تماما. فلايبوما فايبروما هتعمل لهم ايه؟ اكسجين. بالظبط، اكسجين اكسجين بنشيلهم. لايبوما الفايبروما اكسجين، دي هيدرادينوما او ممكن كنا يعني تخيلها انها سيبيشس سيست او كده، برده هو التريتمنت واحد ان هي اكسجين كويس. في عندنا شايفين هنا دي، ده ايه الستراكشر ده؟ اليوريثرا. اه بالظبط كده، ده اليوريثرا، ده اليوريثرا. شايفين اليوريثرا يا دكاتره في الصوره اللي تحت دي اهي، ده اليوريثرا. طب اليوريثرا طالع منها حاجه اه ولا لا؟ ايوه، في حاجه لونها ايه؟ تيشو راديش. بالظبط كده، تيشو راديش بيسموه يوريثرال كارانكل. ده نتيجه لإريتيشن وانفلاميشن، اليوريثرال كارانكل ده. فاليوريثرال كارانكل ده نتيجه لإنفلاميشن وإريتيشن، فيبتدي ان هو التيشو ستي بروليفريت نتيجه لهذه الإريتيشن. طيب تعمل لها سيمتومز ايه اليوريثرال كارانكل؟ ديسيوريا وبليدنج منه، يعني بليدنج بوينتس، لان هو زي ما انت شايفين ريدش كده، فكونتاكت بليدنج ممكن تعملها ديسيوريا وبليدنج، فبيبقى فعلا فيري ايريتنت وديسيوريا وبليدنج. فبيبقى التريتمنت انتي انفلاماتوري طبعا وانتي بايوتكس واكسجن للكرانكل ده، اكسجن للجرانيولوميتس تيشو، لان هو انفلاميشن عمل لك جرانيولوميتس تيشو زي بتاع الكوندايلوما بس موجود في هذا المكان، فبتعمل اكسجن لهذا الكرانكل وتدي انتي انفلاماتوري وانتي بايوتكس. فده بالنسبه لليوريثرال كرانكل، ده اليوريثرال كرانكل ويبريزنت بيجي في الاولد ايج الناس الايميونتي بتاعتهم قليله ويبريزنت بالبليدنج وديسيوريا. ممكن يرجريس لوحده، بس لو هو مش ريجريس بالانتي انفلاماتوري والانتي بايوتكس هتعمل له اكسجن. يعني هو رير قوي ان هو يعمل لك فايبروزس وريتنشن، رير جدا ان هو يعمل كده. ليه؟ لان هي الست بتيجي فعلا بسيفير سيمتومز، مش هتستنى لما يوصل الكورس لكده ان هو يعمل لك. وحتى لو عمل فايبروزس مش لدرجه ان هو يسد اليوريثرا، لا بعد السيرجري لا، انت بتعمل له اكسجن. اكسجن اولا هو مش بيبقى واخد اليوريثرا كلها، مش كل اليوريثرا الاوبري، ده بيبقى من البوستيريور يوريثرا بس، بيبقى بس من البوستيريور يوريثرا مش انفولفينج ذا هول يوريثرا. ده الكرانكل ده بيبقى طالع بس من البوستيريور يوريثرا كويس. فانت سهل انك انت تعمل له اكسجن لان هو ده طالع من البوستيريور يوريثرا، وبتدي لها الاول انتي بايوتيك وانتي انفلاماتوري. لكن لو لسه السيمتومز موجوده وعامله لها اريتيشن وبليدنج وديسيوريا وكده، فبنعمل اكسجن لهذا الكرانكل، اكسجن للكرانكل ده، وهو يعني بعد كده ما بيرجعش، مش ريكارنت. لكن لو فضل موجود بيعملها سيفير اريتيشن والديسيوريا والبليدنج بيبقوا فيري انوينج ليها كويس. فده يوريثرال كارانكل من الحاجات برده اللي ممكن تشوفها، برده التريتمنت بتاعه اكسجن. يعني انت حتى لو عملت له اكسجن عادي مفيش مشكله، وهيجي لك الباثولوجي ده كان يوريثرال كارانكل، فده حاجه بناين ومفيش فيها مشكله. طب ايه ده؟ دول ايه يا دكاتره؟ دي ماس بس شكلها ايه؟ فاريكوستس جامده قوي، يعني دي فاريكوستس رهيبه بقى، يعني دي فاريكوستس اللي هو تبقى انت فعلا قلقان لما تيجي تولدها ان هي الفاريكوستس دي تفتح ويعمل لها سيفير بليدنج. والفاريكوستس بيبقوا تريتمنت زي يعني لو هي مش حامل، انا بس بتكلم على طول حامل لان احنا بنشوفها فعلا او بنبقى بايندد بيها اثناء الحمل. لكن لو هي مش حامل حامل لها ايه؟ دكتور الفاسكولار يا مدام، يعني حضرتك هتروحي لو هي واحده ست يعني مش حامل جاينيكولوجي كويس، وده فاريكوز، ما هو فاريكوز بس مش فاريكوز فين، فاريكوزيس في الفالفا، بتروح بقى بيعملوا سكليروزنج ماتيريال يشيلوها، يعملوا وات ايفر زي ما بيعملوا في التريتمنت بتاع الفاريكوستيس. لكن لو هي حامل هو دكتور الفاسكولار نفسه مش هيقرب منها، يقول لها لان انت ممكن لما يريزولف البريجننسي والهرمونز بتاعه البريجننسي الفاريكوستيس دي تقل خالص، فتبقي مش محتاجه انك انت تاخدي تريتمنت خلاص. فلو هي حامل بتبقى كونزرفاتيف تريتمنت لحد الولاده، لو هي مش حامل هتروح الدكتور الفاسكولار وات ايفر بقى هيعملوا لها ايه زي ما هو البروسيجرز اللي بيعملوها للباريكوستيز اللي موجوده. طبعا ممكن يبقى عندها الفانتايزس برده في الفالفا، بيبقى برده تريتمنت اوف ذا كونديشن. ممكن يبقى فيه هيماتوما يعني نتيجه لتروما حصلت او كده، الهيماتوما هيبقى تريتمنت بتاعها ايه يا دكاتره؟
لا على حسب السايز. لو هي صغيره ممكن بس ايس باكس وكده صغيره ومش بتنكريز ان سايز، يعني هي حجمها صغير زي انت لو جالك خبطه خلاص، خبطه صغيره خبطه صغيره خلاص هتحط عليها ايس باكس وخلاص. لو هي بقى خبطه كبيره ولا عامله لك هيماتوما او كده، هو اللي ساعتها محتاجين انسيجن اند درينج عشان ما يحصلش عليها انفكشن وتقلب ابسس. اوكي، فالهيماتوما عادي زي اي هيماتوما، هيماتوما في الفالفا نتيجه للتروما، فانك انت بتعمل لها يا اما ايس باكس لو هي صغيره ونوت انكريزنج ان سايز، لكن لو كانت بتنكريز ان سايز هذه الهيماتوما فساعتها بنعمل لها انسيجن اند درينج. ولو كان في يعني كانت هيماتوما بالسيتنج، يعني ايه هيماتوما بالسيتنج؟ يعني لسه الفاسل بيبليد، لسه في فاسل جواه وعمال يبليد، فلو هي هيماتوما بالسيتنج يبقى ساعتها انسيجن ودرينج والايجيشن اوف ذا بليدنج فاسل اللي موجود. اوكي، فده بالنسبه لو هي هيماتوما هنعمل ايه. لو هيماتوما برده بتعمل لها انسيجن اند رينج بتبقى واضحه جدا قصه الهيماتوما، يعني مش هتقدر تتلخبط ما بين هيماتوما ولايبوما وفايبروما وبارثولين، يعني حاجات صعب انك انت تتلخبط ما بينهم. فالهيماتوما هيبقى لو سمول بتبقى ايس باكس، لو بيج ان سايز بتبقى انسيجن اند رينج للهيماتوما دي. مارسوبيلايزيشن لو انفكتد بارثولين سيست انتي بايوتكس بالظبط كده. اهو ده المنظر يا فندم. انا بوصل للاكت ازاي قبل ما اعمل ايه؟ من هنا، من هنا من عند الميكوزا، فالحته اللي احنا بنفتح فيها عند الميكوزا من جوه يا دكاتره، مش عند السكن من بره، عند الميكوزا من جوه. فبعمل لها دي روفينج في الحته دي، بعمل دي روفينج ان انا بشيل عند الحته دي، الحته اللي جوه دي، مش عند السكن من بره، عند الحته اللي جوه، لان هي دي الاكسبكتد سايت بتاع الدكت. فانا بعمل دي روفينج ناحيه الميكوزا اللي هي ناحيه جوه، عشان كده برده لما يحصل لها سيركريشن تبقى ناحيه جوه، ناحيه الفاجينا، الناحيه اللي احنا عايزينها يحصل فيها لوبريكيشن عشان البنتريشن، عشان ما يبقاش عندها فريكشن. فانا لو هعمل دي روفينج بعمله ناحيه جوه مش ناحيه السكن اللي هو الاكسبكتد. اهو دي ايه بقى؟ ده ابسس، ده بوينتنج اهو، واضح قوي قوي. يعني الصوره اللي جنبها يا دكاتره ده اللي هو الابسس، بارثولين ابسس اهو، واضح ده ابتدى الباس ينزل منها، حتى الباس اهو ابتدى ينزل منها بوينتنج. فدي لازم على طول ده بارثولين ابسس، ده انسيجن اند درينج لان ده بارثولين ابسس. فهو حتى الموست بوينتنج اريا اللي هي اللي فيها اكتر باس هي ناحيه جوه اللي هو ناحيه الدكت، هو ده المكان اللي انت بتفتح فيه وبتعمل فيه الالبس بتاعك او تعمل فيه الدي روفينج، انك انت بتشيل هذه الروف بتاعه الميكوزا في الحته دي، وبعدين تروح واخدها سترينج كده على نفسها، ما تقفلش طبعا تاني، امالها بقى فتحنا ليه لو هنقفلها تاني. بتعمل بس سوتشرنج للادجز زي ببير سترينج. ليه بسوتشر الادج؟ ما سيبها لو مش بتجيب بليدنج كتير بالظبط كده، هترجع تقفل تاني لان رو اريا قدام رو اريا هيقفلوا على بعض تاني. اوكي، فانت لازم بتعمل ستيتشنج للادجز، بتبقى ايفرتد ادجز، بتعملها ستيتشنج ايفرتد عشان ما يبقاش في رو ارياز قدام بعض فترجع انها تقفل على بعضها تاني. فدي بالنسبه للبارثولين سيست او الانفكتد بارثولين سيست او البارثولين ابسس بالنسبه بال different treatment options بتاعتها. هو نفس القصة بالنسبة للبارثولين. في ايه تاني عندنا؟ أو ده والمارسوبيلايزيشن مش عليكم طبعا تكنيكس خالص، بس ان احنا بنفتحها او بنعمل دي روفينج من جوه، وتعمل طبعا تعمل درينج للسكريشنز اللي موجوده، يعني بتفتحها كده اليبس كويس، وبعدين بعد كده بتدرين اللي جوه، وتروح واخد بير سترينج على الادجز بتاعتها كويس عشان ما يحصل لهاش هيلينج وتقفل على نفسها تاني. اهو دي، امال دي ايه؟ دي طالعه منين؟ من الكليترس بالظبط كده، اللي هي الانكلوجن ديرمايت سيست، اللي هي دي يعني تيبيكال انك انت بتشوفها فعلا بعد السيركمسيجن كويس. لو حصل انفاجينيشن للسكن في هذا المكان فتجي لك انها، اولا لو هي صغيره ومش مضايقه العيانه وهي مش سيمتوماتايزنج، يعني نو سيمتومز نو تريتمنت، ايوه مضايقاك انت شكلها، ايوه شكلها طالما مش مضايقه العيانه خلاص. لو مضايقه العيانه وعامله لها مشكله، هو اللي ساعتها بنعمل لها ايه؟ هنعمل لها ايه دي؟ اكسجين. اكسجين انت مش هتعملها سيستكتومي، احنا مش عايزينها اصلا، يعني هي كلها ابنورمالي انها تبقى موجوده. فانت لو عندك هذه الكليتوريدال سيست، كليتوريدال سيست هيبقى بنفتح عليها وبنعمل اكسجين اوف ذا هول سيست، بتعمل اكسجين للسيست ولا اكسجين للكليترس؟ ما هو اكسايزد اصلا، امال بتاعه دي جت منين؟ ما هو اكسايزد نتيجه للسيركمسيجن اللي موجود، ماشي، هو اكسايزد اصلا. انت بتعمل اكسيجن للكليتوريدال سيست، تبقى واخد بالك طبعا من الكليتوريدال ارتري لان المفروض ان بيبقى فيه هنا ارتري، ماشي، ممكن يعمل بليدنج فبتعمل له لايجيشن عشان ما يحصلش هيماتوما يعني بعد ما تشيلها. دي اهي هيمنجوما اوف ذا فالفا، هيبقى التريتمنت بتاعها ايه؟ اكسجين بالظبط كده، اكسجين، اي حاجه غريبه كده يا دكاتره بنعملها اكسجين. هيماتوما الميلانوما برضه اكسجين، اكسجين ونحللها نعرف اذا كانت هي بناين نيفس ولا حاجه مالجننت او بري مالجننت، فالاكسجين ده ايه؟
ممكن يبقى فيه very rare extremely. انا شفتها في البراكتس بتاعي اللي هو من 2001 لحد دلوقتي، من اول ما ابتديت نسا في حياتي شفتها مره واحده. ف it's not common، عشان الناس اللي بتيجي تقول لك لا هي محتاجه سيركمسيجن، محتاجه سيركمسيجن ايه؟ it's extremely rare ان احنا نشوف هايبرتروفي في الفالفا، في الفالفا يعني في الليبيا ماينورا او الليبيا ماجورا، وهايبرتروفي في الليبيا ماينورا كده، وتبقى محتاجه فالفوبلاستي ان احنا نعمل، مش بنكسايز الليبيا، بنعمل فالفوبلاستي ان احنا بنرجع السايز بتاعها باك تو نورمال، ريليتيفلي نورمال. زي ما البريست بيبقى فاريبل ان سايز، برده الفالفا ممكن تبقى فاريبل ان سايز، ان هي المهم يكونش فيها ريداندنت سكين كتير، هي دي اللي ممكن تبقى محتاجه فالفوبلاستي. يعني انا مثلا كنت زمان في اول ما ابتديت اشتغل، كانت لما تجيلي واحده تقول لي عايزه اعمل سيركمسيشن لبنتي، لا وازاي وبتاع، وده مش المفروض، وده هيعمل لها ميديكال امبليكيشنز سواء على شورت تيرم او لونج تيرم، وده ملوش اي ريليجيوس بيزس ولا يعني. المهم نقعد نتناقش كتير كده معاها قبل ما اشوف البنت، ولا وخلاص ومع السلامه. لقيت ان هي كل اللي بتعمله زي بتوع الانفيرتيليتي بالظبط، تروح للي جنبي ويعمل لها بقى سيركمسيشن او وات ايفر. فبقيت اللي بعمله دلوقتي عشان يعني احاول افهمها ان هو مش محتاجه، طب تعالي نبص عليها، اقنعها بقى انه لا بصي ده السايز نورمال، ده باك تو نورمال. بالعكس ده هي بعد كده ممكن يبقى عندها ديسفيجرمنت وفايبروزس، وممكن يبقى عندها مشكله جامد في السكشوال ساتسفاكشن، الاراوزل ولا الساتسفاكشن، هيبقى عندها مشكله في ايه؟ ساتسفاكشن. الاراوزل بيجي من الدماغ، انا مش هعمل لها لوبكتومي، الاراوزل بيجي من الدماغ، يعني هي هتبقى اراوزد، بس الساتسفاكشن بيجي من الاند اورجن، الساتسفاكشن بيجي من الاند اورجن. فهي هتبقى ده مشكله رهيبه، هما بيبقوا متخيلين ان كده هتبقى هي البنت بقى مالهاش، يعني ما هتبقى مالهاش في السكسولوجي وخلاص. لا ده بالعكس، ده هي هتبقى عندها اراوزل لكن ما عندهاش ساتسفاكشن، ودي هتبقى عندها مشكله، لان دايما بيبقوا لبعد ما تتجوز بقى وكده بيبقى صعب قوي انك انت تعملها ساتسفاكشن، وبيبقى فيهم مشاكل ان هو ده عندها فريجيديتي، ده مش عارف ايه، ده غير قصه بقى الفايبروزس، وممكن ايميديتلي يحصل لها انفكشن وبليدنج وداث وكلام، يعني ليها امبليكيشنز كتيره جدا على الشورت تيرم وعلى اللونج تيرم، لان هو السيركمسيجن مش بتعمل ان هي تنهبت السنسيشن او الاراوزل، لا هي بتنهبت الساتسفاكشن، لان الساتسفاكشن هو اللي بيجي من الاند اورجن. فده بالنسبه لو هي عندها ليبيال هايبرتروفي، هي اللي بتبقى محتاجه فالفوبلاستي، انك انت ترجع السكين او تشيل الريداندنت اكسسيف سكين من غير ما تيجي على التيشوز اللي هي الكافيرنس تيشوز اللي هي منها بيحصل الساتسفاكشن. اوكي، فدول البناين فالفال سويلنجز يا دكاتره هتلاقوها موجوده في الاول بعد الانفكشن. يبقى كده ان شاء الله احنا كده خلصنا الانكولوجي. المره الجايه نساء واطفال هناخد الحد 3 و5، هناخد الانفكشنز، وكده يوم الخميس اخر يوم ليا مع بتوع الاطفال، ويبقى هم ياخدوا اسبوعين اجازه في بيتهم يمتحنوا بقى ويذاكروا وكل سنه هم طيبين، واكمل مع بتوع النساء ان شاء الله باذن الله. في امتحان امتحان هيبقى يوم الحد الجاي، هسيب لكم امتحان بتاع الانكولوجي 2 اللي هو الاوفيريان والفالفال، هيبقى موجود يوم الحد الجاي، وهستلمه منكم يوم الثلاث ونصلحه الخميس اللي هو اخر يوم ليا معاكم بالنسبه لبتوع الاطفال. شكرا يا دكاتره.